بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الأولى والديتابيز سيستمز. إن شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة دي هيكون حضرتك تقدر تعرف الفرق بين الديتا والانفورميشن، تقدر توصف ايه هي الديتابيز، ايه الانواع المختلفة من الديتابيزز، وايه أهمية الديتا والديتابيزز بالنسبة للديسيجن ميكنج، تقدر توصف أهمية الديتابيز ديزاين، ونشوف مع بعض إن شاء الله إزاي اتطورنا من مرحلة الفايل سيستمز لحد ما وصلنا إلى الديتابيز مانجمنت سيستمز، وبعدين نبدأ نتكلم عن المشاكل اللي كانت في الفايل سيستمز وإزاي الدي بي إم إس بتساعدنا إن إحنا نعالجها أو نتخطاها. هنتعرف إن شاء الله على المين كومبوننتس أوف ديتابيز سيستمز والوظائف الرئيسية للدي بي إم إس اللي هو الديتابيز مانجمنت سيستم. قبل ما نبدأ تعالى كده مع بعض نتفق على شوية حاجات. الحاجة الأولى إن الأورجانيزيشنز بتحتاج الديتا علشان تعرف بالظبط الدي تو دي أوبريشنز. على سبيل المثال لو أنت ماركت كبير، لو أنت بتبيع وتشتري حاجات، فأنت عايز تعرف بالظبط بعت قد إيه النهاردة، وإيه اللي بعته وإيه اللي متباعش، وكلام من هذا القبيل. الديتا اللي أنت بتعملها بتكيب تراكنج إيه دي كويس، بستخدمها تو جنريت انفورميشن، وأعرف إن شاء الله حالا الفرق بين الديتا والانفورميشن. الداتابيزز ايفولفد من ايفولفد يعني اتطورت او احتجتها لي علشان عندي لارج اماونت اوف داتا لازم اعمل له مانجمنت كويس. والمانجمنت ده مش مجرد ان الوظيفه تتم زي ما احنا عارفين، الوظيفه لازم تتم efficiently كويس within time limits معينه باكيرسي معينه كويس وهكذا. فانا عندي كميه داتا مهوله، الداتا دي محتاج اعمل لها مانجمنت. كنت زمان بستخدم الفايل سيستمز المانيوال، بعدين بقت كمبيوترايزد فايل سيستمز. هاويفر الكمبيوتر فايل سيستمز استخدمت في فترات حوالي 20 سنه مثلا، 2 ديكيدز تو اورجنايز الداتا. هاويفر الفايل سيستمز ادت الى ظهور مجموعه من المشاكل، المشاكل دي اثرت على الداتا بيز مانجمنت سيستمز لحد النهارده. هنعرف ليه ان شاء الله كمان شويه. بس ممكن سريعا كده اقول ان الداتابيز مانجمنت سيستمز في القلب بتاعها بتستخدم فايلز، في الاول وفي الاخر هي بتستور الداتا انتو فايلز برضو. فالمشاكل اللي ظهرت من الفايل سيستمز دي اثرت علينا جامد، احتاجنا نطلع منها على الدي بي ام اس، من كمبيوترايزد فايل سيستمز على الدي بي ام اس، واخلي بالي عشان اتخطى المشكلات دي. طيب ليه الداتابيزز، واي داتابيزز؟ في الحقيقه الداتا is ubiquitous، وهتلاحظ هنا ان حاطط لحضرتك ان سبت التعريفات زي ما هي، لان دي كلمات كويسه اصلا احنا محتاجين نعرفها، وانا بتكلم عن نفسي قبل اي حد كويس. وهتلاقي هنا تحت في الفوت نوت هتلاقي بقى الايه كل كلمه معناها ايه بالظبط يعني. فالديتا is ubiquitous، كلمه ubiquitous معناها ان الداتا موجوده في كل مكان، everywhere حوالينا في داتا، خصوصا في العصر الحالي بتاعنا ده، عصر الاي او تي انترنت اوف ثينجز، كل حاجه فيها سنسورز وبتجنريت داتا كونتينوسلي. حلو، السنسورز دي والداتا دي محتاج ان انا اخزنها واتعامل معاها واعملها بروسيسنج واطلع منها انفورميشن، الانفورميشن دي قد تكون مهمه محتاج اطلع منها نوليدج. حلو، فالداتا يوبيكيتس، الداتا اباندنت، حلو، موجوده بكميات كبيره جدا جدا. لو انت شفت مثلا السنسورز بتجنريت اماونتس اوف داتا قد ايه في الثانيه الواحده، هتعرف ان فعلا في overwhelming amounts of data محتاجين نتعامل معاه. الكلام ده global و everywhere، sensors دي موجودة مش personal بس، موجودة في يعني في الدول كلها، على في كل مكان، في العربيات في sensors والطيارات وهكذا. الداتا pervasive، وpervasive يعني موجودة بكميات مهولة جدا جدا. حلو، ومنتشرة سواء على مستوى الأفراد مع بعض، أو على مستوى الفيكلز العربيات، أو على مستوى الـ 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 الطيارات وهكذا. فبالتالي بقى essential لكل organization to survive إن هي to manage الداتا دي كويس جدا جدا جدا. طيب ممكن نارجيو، ممكن نجادل ونقول ان البيزنس انفورميشن سيستمز الهدف الرئيسي بتاعها ان هي تساعد البيزنسز تستخدم الانفورميشن از ان اورجانيزيشنال ريسورس. يعني ايه؟ يعني اغلى ريسورس جوه الاورجانيزيشن عندي هي الداتا كويس. فالوظيفه الرئيسيه للبي اي اس بزنس انفورميشن سيستمز ان هي تساعد الاورجانيزيشنز ان هي تستفيد، ان هي تنظم وتستفيد من الداتا بتاعتها. في قلب كل السيستمز كويس بتاعه الداتابيز سيستمز هلاقي مجموعه من الوظائف الرئيسيه بتتنفذ على الداتا. الوظائف الرئيسيه اللي بتتنفذ على الداتا اللي هي الليست دي كويس، ان انا اعمل كولكشن للداتا،
اجمع الداتا من اكتر من مكان، وعلى حسب بقى الانبوت ديفايسز بتاعتي والسنسورز و و قد اضطر ان انا امانج السيستم بتاعي بطريقه مختلفه. نعمل ستورج للديتا، نعمل اجريجيشن. وكلمه اجريجيشن معناها اني اجمع الداتا من اكتر من مكان تبقى تظهر كانها حاجه واحده. وكلمه مكان هنا مقصودش بيه بس الفيزيكال لوكيشن، اقصد بيه كمان الفورمات بتاع الداتا، ان عندي ديفرنت سنسورز مثلا على انبوت من الهيومن بينج، على انبوت من سيستمز مختلفه. كويس، محتاج ان انا اري فورمات الكلام ده كله انتو اجريجيتد فورمات. كويس، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل مع الوقت. محتاج ان انا اعمل مانيبيوليشن على الداتا دي، اتعامل معاها واغير في القيم بتاعتها، اعمل لها ابديت وديليت وهكذا. محتاج اعمل ديسيمينيشن للداتا، وكلمه ديسيمينيشن للداتا معناها ان انشر الداتا دي كويس وايدلي. يعني ايه؟ يعني خلينا نصيغ كلمه ديسيمينيشن في المفهوم بتاعنا هنا في الداتابيزز، اني اتيح صلاحيه الاكسس للداتا دي لناس مختلفه من اماكن مختلفه ريموت بعيد عني خالص. كويس، واني امانج بقى الوظائف دي كلها حلو efficiently و maintain security بتاع ال database systems دي، و maintain ال availability و timeliness، حاجات كده جدا جدا. طيب examples على احتياج لل databases، examples مشهورة جدا جدا telecommunications companies. telecommunications sectors من اشهر ال clients لل large database vendors. حلو، التليكومنيكيشن كومبانيز الارقام دي جايه من AT&T، بتكيب داتا اون تريليونز اوف فون كولز. استيميت كده ان بيكون عندي 70,000 كولز بير سكند. حلو، يعني محتاج ان انا امينتين، ان انا استور وامانج وافايند فاكتس على 70,000 ريكوردز بير سكند. حلو، مش كده وبس، مش محتاج سيستم بس يشيل 70,000 ريكوردز او ترانزاكشنز بير سكند، ده انا كمان محتاج بقى efficiently بعد كده اطلع decisions وابني اطلع information وابني decisions من الداتا دي كلها. جوجل ما عندناش احصائيات رسمية، بس estimates كده جوجل عندها 91 مليون search per day. 91 على 24 ساعة على 60 دقيقة على 60 ثانية هيطلع رقم برضو كبير، مش رقم صغير يعني. طبعا جوجل بتمان مانج داتا سيفرال تيرا بايتس. حلو، وبنلاحظ ان الريزلتس بتيجي انستنتلي، يعني وذن انستنتلي، يعني في لحظتها، مش وذن يعني انستنتلي، يعني ممكن وانت بتكتب الكويري بتلاقي الريزلتس بدات تطلع. حلو، او مش بدات تطلع يعني عشان الكلام دقيق شويه، هي بتطلع فعلا. حلو، بتتغير على حسب الكلمه اللي بكتبها. القصه دي قصه يعني لطيفه كده وسريعا كده. الانستنت سيرش جوجل بتقدر تديتكت الكونكشن بتاع حضرتك وانت بتكونكت على الجوجل سيرش انجن، فلو لقى الانترنت سبيد سريعه وانت بتكتب بالحرف يبدا يطلع ريزلتس، يبدا الاول يعمل لك سجستشنز كده ان انت تقصد كذا او كذا او كذا او كذا، وبعدين يبدا يطلع ريزلتس مع كل حرف انت بتكتبه. طب السؤال، هل اليوزر محتاج كده فعلا؟ في ديبيت، هل انا محتاج كده ولا لا؟ هاويفر اللي اعتقده كشخص، مش حاجه ليها ايفيدنت عندي، يعني ايفيدنس عندي ان جوجل بتعمل كده علشان تعرف الناس ان هي تقدر تعمل كده، تقدر تجنريت مثلا مليون وشويه ريزلتس وذين مش عارف واحد من 10,000 ثانيه وتطلع انستنت ريزلتس وانت بتكتب اصلا يعني. المهم الشاهد ان ايه، ان الكلام ده كله محتاج باك اند قوي جدا، سواء على مستوى الانفراستراكشر السيرفرز و او على مستوى السيستمز زي داتا بيس سيستمز كده، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله. طيب data versus information، ايه هي الداتا؟ الداتا هي raw facts. ايوه، كلمه raw يعني ايه؟ كلمه raw يعني خام. كويس، يعني الماده الخام هي الداتا. فالفاكتس ذات هاف نوت يت بين بروسيسد، حلو، ما حصلهاش اي بروسيسنج خالص. كويس، ولا طلعت منها اي معنى، دي الداتا. واقدر اقول ان الداتا هي الرو ستيت. كلمه raw state يعني ايه؟ يعني الفورمات اللي الداتا was collected بي هي stored بي. example لو عندي university information system، نظام إدارة الجامعات، وغالبا إن شاء الله هتلاقيني بميل أولي في الكيس ستاديز بتاعتنا في الكورس ده إن شاء الله لل UMIS university management information systems. ليه؟ لأن إحنا عارفين الكومبوننتس بتاعته كويس، على الأقل بالعين المجردة كده قدامنا، وأنا بتكلم مع حضرتك عن entity زي دكتور وزي مادة وزي كورس وزي مادة اللي هي كورس يعني، وزي مدرج وزي شؤون طلاب وزي هتبقى أنت familiar بيها إن شاء الله، غير لما أتكلم عن sector إحنا مش قريبين منه قوي يعني. ففي الـ UMIS University Management Information Systems
انا عندي list of doctors و students و courses etc. فاقدر اقول ان الرو داتا هو عدد مثلا الطلاب اللي في المحاضرة، كويس، عدد الطلاب اللي في القسم، عدد الكورسز اللي في القسم، دي كده رو فاكتس. حلو، عندي مثلا في القسم ده 20 مادة، عندي مثلا في الترم الاولاني ده 5 مواد، عندي مثلا كذا وكذا. حلو، الرو داتا دي خلينا الاول كده نمشي ستيب باي ستيب. وعلى فكره الانيوميريت ده بحس ان هو مهم شويه، ان احنا بنبني حاجات على بعضها، يعني لو الترتيب مش مهم هتلاقيها ايتمز بالمنظر ده ان شاء الله، انما لو الترتيب مهم بحب احط لحضرتك ايه في ليست اوف نمبرز. يعني الرو داتا must be properly formatted، لازم اعمل proper format للداتا قبل ما اعملها ستورج. وبالمناسبه الفورمات ده مش شرط هو اللي يطلع في البرزنتيشن، لان الدي بي ام اس بيتيح لي برزنتيشن، اعمل فورمات للبرزنتيشن قبل ما تطلع لليوزر. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال التواريخ، الديتس، في الاغلب اغلب الدي بي ام اس انجنز بتستور الداتا انتو جوليان كالندر فورمات، كويس، لكن اقدر اعرضه في اكتر من فورمات، اقدر اعرضه بقى احول من فورمات للتاني اصلا، كويس، من ميلادي الهجري وابدا ان انا اعرضه، اقدر اعرض المانث الاول قبل الدي، بعدين السنه، اقدر اعرض الدي الاول قبل المانث وبعدين الير. حلو، اكزامبل تاني واضح قوي اليس نو انسرز، لو انا عندي مثلا سيرفي وبنسال يس نو كويستشنز، فانا مش هستور يس ونو، انا هستور اصلا جوه الداتا بيس 01. ليه؟ ابسط حاجه ان هي اصغر في المساحه، كويس، يعني 1 بت يكفي، كويس، فزيرو لو هي نو مثلا و1 لو هي يس. طب هي ستورد كده، لكن هل هتطلع لليوزر بقى في الريزلتس كده؟ لا طبعا، هيطلع له ايه؟ يطلع له يس ونو. فانا عندي في البرزنتيشن قدرت اعمل فورمات للديتا، فالرو داتا دي لازم اعمل لها بروبر فورمات، كويس، قبل الاستورج وقبل البروسيسنج وقبل البرزنتيشن. طبعا في فورماتس بقى كومبلكس زي الصور والفيديوهات، الحاجات مش كلها فيري سيمبل زي التكست مثلا وال 0 وال 1 يس ونو يعني. طيب، فانا الاصل ان في دي بي ام اس سيستمز عندي بيكون عندي داتا انتري سكرينز، كويس، حاجه بالشكل ده او حاجه بقى ويب بيست، باليوزر بيكتب، الاند يوزر بيكتب فيها الداتا اللي عايز يعمل لها انتر. حلو، بتتحط انتو رو داتا عندي حاجه تابولر كده بالمنظر ده، والتابولر دي طبعا خاصه بالريليشنال داتابيزز اللي هي موضوع الكورس بتاعنا ان شاء الله يعني. حلو، لو انا بقى قدرت من التابلر دي اجيب سمري، على سبيل المثال انا عندي مثلا حضر محاضرة النهاردة 30 طالب، معناها ان حضر مثلا 20% من الطلبة المسجلين في الكورس وهكذا، فدي بكده بقت انفورميشن، قدرت ان احول الداتا انتو انفورميشن، والانفورميشن قد تكون في شكل سمري فورمات وقد تكون في شكل جرافيكال فورمات، كويس، وطبعا كل حاجة ليها الانسب. الجرافيكال فورمات نقدر نقول اللي هي الحكمة بتاعت ان الصورة الواحدة بتساوي 1000 كلمة، كويس، فبتبين لي حاجات كتيره قوي، لكن انا بحتاج النوعين دول من السمري، سواء التابولر او الجرافيكال. طيب، زي ما قلت كده اكزامبلز لي انفورميشن او مينينجفول داتا اقدر اعملها اكستراكشن من الداتا بتاعتي، كويس، وات برسنتج اوف ذا فاكولتي ان ذا انفورميشن سيستمز ديبارتمنت ار ادجانكتس، عندي مثلا عندي في ال زمايلنا الهيئه المعاونه، كويس، كام واحد، تمام، اللي هو المعيد ومدرس المساعد كام واحد. طب بيفرق في ايه؟ اقدر مثلا اسال سؤال تاني، وات از بروفيسور تو ستودنتس ريشيو، نسبه الاساتذه الى الطلبه في القسم، كويس، شغل بقى جوده وحاجات كده. حاضر، معلش، فدي كلها اسئله اقدر انا اجاوب عليها من الداتا بتاعتي. طبعا دي كده بدات تخش في صوره الانفورميشن، ما عدتش بقى داتا، لان كده بدات احول الداتا انتو ايه؟ انتو انفورميشن. طبعا الجرافيكس بيحسن الكلام ده جدا جدا، وبيساعدني انا بسرعه اخد المينينج بتاع الداتا واقارن بين حاجات مختلفه. فالانفورميشن هي الريزلت اوف بروسيسنج رو داتا تو ريفيل اتس مينينج، عايز اوصل لمعنى. انا عندي مثلا اربعه، مثلا عندي 20 استاذ في القسم، كويس، لكن لما اجي بقى اسال نسبه الاساتذه بالنسبه للطلاب، لا كده الوضع اختلف تماما، بقت النسبه دي، هل النسبه دي تكفي ولا ما تكفيش؟ طب انا محتاج مثلا اساتذه عندي في القسم بتاعي ولا لا؟ طب انا محتاج ابدا بقى ايه، احول الداتا انتو انفورميشن، كويس. داتا بروسيسنج كان بي اس سمبل اس اورجانيزنج الداتا، انا بس ارتب الداتا انتو تيبلز، كويس، واطلع منها الباترنز، او كومبلكس. والكومبلكس داتا دي بالمناسبه حته مهمه جدا جدا هتكلم عنها ان شاء الله كتير في الكورس بتاعنا ده، اللي هي البيزنس انتليجنس والبيج داتا اناليتكس، ان ازاي اقدر اعمل اكسبكتنج، اقدر اكسبكت الداتا، اقدر اكسبكت
سيتويشنز معينه. عندي مثلا، انا عندي مثلا طلبه في القسم، عايز اتوقع اكسبكت كام طالب يخش القسم عندي السنه الجايه، هل انا جاهز للاعداد دي ولا لا. انا مثلا عندي سوبر ماركت كويس، فانا اقدر بالماشين ليرنينج بقى والاي اي اقدر ان انا اكسبكت هبيع قد ايه كويس، اقدر ان انا وهكذا. فالحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، و والاي اي بقت في كل حاجه دلوقتي، يعني بقت الانتليجنت انفورميشن سيستمز بقت حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب الانفورميشن دي وازاي بطلع دي مينينجز من الداتا، هو الفاونديشن فور ديسيجن ميكينج كويس. يعني ايه؟ لو انا صاحب قرار وقدرت ان اطلع انفورميشن، على سبيل المثال انا اكسبكتنج مثلا ان السنه الجايه ان شاء الله هيدخل عندي عدد قد كذا من الطلبه في القسم بتاعي كويس. طب هل عندي اسد مثلا تغطي العدد اللي داخل ده، هل عندي عدد كورسز مش عارف، وهكذا وهكذا وهكذا. فابدا ان انا ايه اخد قرارات بيزد على الانفورميشن اللي جات لي دي. الانفورميشن ماست بي اكوريت، لازم تكون دقيقه جدا لان هيتاخد عليها قرارات، والقرارات دي مصيريه جدا في بعض الاحيان. والانفورميشن لازم تكون ريليفنت، وكلمه ريليفنت يعني كلوزلي كونكتد او ابروبريت تو واتس بينج دان اور كونسيدرد. لازم تكون ريليفنت للحاجه اللي انا شغال عليها. مش معقول هيبقى عندي كميه داتا كبيره جدا جدا لكن مفيش فيها ولا حاجه مفيده في البروبلم بتاعتي. وتايملي، وكلمه تايملي هنا اقصد بيها ان هي ابديتد. حلو، موضوع الابديتد داتا ده حاجه مهمه جدا جدا. كل ما قدرت توصل الى داتا سيتس ريسنت لليوسج والستاتستكس و بيكون الداتا دي قيمتها اعلى بكتير من داتا من 4 سنين من 5 سنين، طبعا اعلى بكتير من 10 سنين فاتوا. حلو، في حاجات اصلا ما كانتش موجوده من 10 سنين بنفس وفره السنه دي، زي ده السوشيال ميديا مثلا كويس. من 20 سنه ما كانش في سوشيال ميديا بالوضع الحالي، كان في طبعا بس ما كانش في بالوضع الحالي ولا بالتصور الحالي ده، فبالتالي ما كانش عندي يوسج ستاتستكس للسوشيال ميديا و كلام من ده. علشان اقدر افهم كويس المعنى بتاع الداتا كويس، information requires context. اقصد ايه بالكونتكست؟ اقصد السياق. ايه هو الكونتكست؟ الكونتكست هو السياق. لو انت بتقرا مثلا كتاب معين فالجمل بتكون جوه within سياق معين، ممكن اطلع جمله من السياق بتاعها مبقاش ليها معنى او تدي معنى مختلف تماما. حلو، انما وذين السياق يعني ارتباطها بالجمل اللي قبلها واللي بعدها ده اللي اسمه الكونتكست. اكزامبل الكونتكست، لو انا قلت لك التمبريتشر سنسور بتاعنا كويس، او انا اديت لك داتا قلت لك التمبريتشر ريدنج 105 ديجريز. طيب ده ما فاتنيش قوي، ليه ما فاتنيش قوي؟ هل 105 دي سيليزيوس ولا فهرنهايت؟ هتفرق كتير جدا معايا. هل 105 دي ماشين، درجة حرارة ماشين ولا بادي ولا درجة حرارة الجو الخارجية كويس؟ وعلى حسب بقى الكونتكست اللي الداتا دي موجودة فيه ابدا اخد قرارات كويس، وعلى حسب زي ما قلنا بقى سيليزياس ولا فهرنهايت او النوليدج. هي المرحلة التالتة من الانفورميشن كويس، داتا انفورميشن نوليدج، وهي البادي اوف انفورميشن، مجموعة الانفورميشن والفاكتس عن سبجكت معين. يبقى كلمة knowledge بتشترط عليا context، ارتباط بسبجكت معين كويس، مش كده وبس، لازم يكون مرتبط بيها familiarity و awareness و understanding information. علشان كده في الاغلب knowledge بتحتاج expert، بتحتاج شخص فاهم، او حاليا بقى ايه intelligent systems تبقى فاهمة تربط الحاجات دي مع بعضها، يعني deep learning وقصة كده هتكلم عنها ان شاء الله في وقت من الاوقات، بس مش في الكورس ده. deep learning تحديدا مش في الكورس ده بتاعنا للأسف. طيب فان يبقى عندي awareness و understanding information وارتباطها بالانفايرمنت، ده بيساعدني اطلع knowledge. الميزه او الخاصيه الرئيسيه في knowledge انه we can derive knowledge from knowledge، we cannot derive data from data في الاغلب كويس، ولا information from information، انما we can derive knowledge from knowledge. طيب بحاول كده بعد كل سكشن في المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله اجيب definitions كده سريعة. حلو، ونقف معاها كده بسرعة نريفيو البارت اللي احنا ايه لسه مخلصينه، ونحاول نعرف شوية حاجات. التعريفات مهمة. حلو، وساعات كتير جدا بنحتاج definitions دي في الحياة بتاعتنا علشان ابقى انا بالظبط عارف ان هل انا بقصد حاجة بالاكرونيم ده او بالمصطلح ده زي غيري ولا لا. فالديتا هي raw facts، facts that have not yet been processed كويس، ما طلعتش منها اي meaning للاند يوزر. الانفورميشن
بالمناسبه السلايدز دي طبعا افيلبل على جيت هاب الحمد لله، تقدر انت ايه داونلود وتقراها براحتك مره واثنين وثلاثه وبتأني وتروي. يعني الانفورميشن هي ريزلت اوف بروسيسنج الرو داتا دي، طلعت عملت ريفيل للميننج من الداتا. حلو. فبالتالي الانفورميشن كونسيستس اوف ترانسفورم الداتا وبتسهل الديسيجن ميكنج. النوليدج هي البادي اوف انفورميشن اند فاكتس اباوت سبيسيفيك سبجكت، البادي اوف انفورميشن والفاكتس المتعلق ب سبجكت معين. كويس. زي ما قلنا بتمبلاي الفاميلياريتي والاويرنس والاندرستاندنج اوف انفورميشن. هي كاركترستيك اوف نوليدج ان يو كان ديرايف نوليدج فروم نوليدج. طيب ليه الداتابيزز؟ سريعا كده، الداتا هي البيلدنج بلوك للانفورميشن، انفورميشن برودوسد باي بروسيسنج الداتا، الانفورميشن بتستخدم علشان اطلع معنى من الداتا، محتاج اكيوريت ريليفنت اند تايملي انفورميشن. والثلاثه دول هم الانفورميشن، ثلاث خصائص للانفورميشن دول بيضمنوا لي الديسيجن ميكنج كويس. ديسيجن ميكنج كويس بيضمن لي نجاح للاورجانيزيشن بتاعتي. اكزامبل واقعي للفرق بين الداتا والانفورميشن والنوليدج وازاي النهارده الحياه اتغيرت. في الموبايل بتاع حضرتك في جي بي اس يقدر يعمل تراكنج لللوكيشن بتاعنا. كويس. اكزامبل للداتا، لو انت عملت سيرش عن المطاعم مثلا كويس اللي موجوده في مكان معين، هيطلع لك ايه كذا 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 العناوين بتاعتها والاماكن على الماب. لو عملت لوكيشن مثلا لصالات الجيم الموجوده في مكان معين، يطلع لك الاماكن بتاعتها وكذا. طيب تقدر انت تدخل على كل واحده منهم، دي كده ديتا. حلو. تدخل على كل واحده منهم تقرا ريفيوز بتاعت الناس وتقرا المكان بتاعها والسبيكس الموجوده جواها و و و و حلو، والريتنجز وكل من ده. فتحولت كده من ديتا الى انفورميشن. طيب جيت انت مثلا حضرتك في يوم من الايام عملت سيرش على صاله جيم معينه، وبعدين رحت الصاله دي فعليا، جي بي اس كان بتاع الموبايل كان شغال من غير ما تاخد بالك اصلا ان هو شغال. كويس. سالت الماب قلت له الطريق ازاي، فوصف لك الطريق، مشيت ورا الطريق ده لحد ما وصلت اللوكيشن هناك، قال لك ان انت هاف ارايفد، هو عمل تاكيك ان انت وصلت المكان فعلا. كويس. دخلت انت المكان وتمرنت التمرين وكده، هو طبعا في جي بي اس عارف ان انت فضلت في المكان ده فتره. ممكن المره الاسبوع اللي بعده في نفس الوقت بالظبط يطلع لك ريمايندر يقول لك ان انت الاسبوع اللي فات كنت موجود في المكان ده. كويس. والطريق اخد من المكان اللي الطريق هياخد دلوقتي من المكان اللي انت فيه حاليا لصاله الجيم دي هياخد قد كذا، فلو انت عايز توصل في نفس الوقت بتاع الاسبوع اللي فات اتحرك من دلوقتي عشان توصل للمكان اللي انت عايز توصله في الوقت بتاعك. دي كده بقت نوليدج، وده كده اكزامبل لنوليدج جات لي من الماشينز. حلو. ان هو قدر يربط الداتا بالانفورميشن بالتصرف بتاعك اللي انت عملته الاسبوع اللي فات. كويس. وقدر كمان يريكومند ليك تتحرك في وقت معين وهكذا. طيب داتا مانجمنت. داتا مانجمنت هو ديسيبلين، وكلمه ديسيبلين يعني هو منظومه. المنظومه دي مش شرط تكون كلها سوفت وير بس، ممكن تكون سوفت وير وميثودز حاجات بنعملها وبروسيجرز و فهو ديسيبلين بيركز على البروبر جينيريشن ستورج اند ريتريفال اوف داتا. والثلاث حاجات دول هنشوفهم كتير قوي النهارده، جينيريشن ستورج اند ريتريفال اوف داتا. طيب تعالى نتكلم هي الاول الداتابيز. داتابيز هي شيرد انتجريتد كمبيوتر ستراكشر. شيرد يعني مشترك ما بين اكتر من حاجه والاكتر من حاجه، هنعرف الحاجه دي يعني ان شاء الله حالا. وانتجريتد فين؟ هو بعض تكامل. يعني على سبيل المثال لو انا عندي الداتابيز بتاعتي متخزنه في اكتر من فايل على اكتر من سيرفر في ديفرنت جيوغرافيكال لوكيشنز، هي كده ديستريبيوتد صح، ويدخل لها اكتر من حد فهي شيرد بالاكتر من يوزر يستخدمها. هاويفر هي انتجريتد. انتجريتد يعني ايه؟ يعني انا كيوزر شايفها كانها سنجل انتيتي، شايفها حاجه واحده بس، انتجريتد بينه وبعض تكامل. كمبيوتر ستراكشر في الاغلب في الكورس بتاعنا ان شاء الله هتبقى هي تيبلز اللي هي ريليشنال داتابيزز وستورد على فايلز. كويس. فالداتابيز هي شيرد انتجريتد كمبيوتر ستراكشر ذات ستورز ا كولكشن، بيخزن كولكشن اوف اند يوزر داتا معروفه. كويس. عند كليه فيها كورسات ودكاتره ومواد وطلبه. حلو. سمحنا موضوع تكرار الكورسز والمواد ده، معلش يعني كررت مني مرتين النهارده، لو حصل تاني بقى ايه عديها يعني.
كويس. فالاند يوزر داتا هي رو فاكتس اوف انترست تو ذا اند يوزر، حاجات مهمه جدا بالنسبه للاند يوزر خزنها على السيستم. هل كده بس؟ لا، في نوع تاني من الداتا اللي هو اسمه الميتا داتا. الميتا داتا هي داتا اباوت الداتا، كويس. الميتا داتا دي اليوزر ما بيخزنهاش، بس دي بي ام اس نفسه اللي هو الداتا بيز مانجمنت سيستم بيحتاج لها علشان يمانج الاند يوزر داتا، كويس. هنشوف الاكزامبلز كمان شويه ان شاء الله، شويه خلصوا. الميتا داتا اكزامبلز بتوصف الداتا كاركترستكس وبتوصف الريليشن شيبس بتوين الداتا بتاعت اليوزر. يبقى الاول توصف خصائص للداتا، يعني ايه؟ ابسط حاجه اللي عندي مثلا الستودنت اي دي، ده نوع انتجر ولا ديسيمال ولا سترينج ولا فارتشار ولا ولا ولا، حلو. اليوزر نيم نفس الكلام، ده ابسط ميتا داتا اللي هو الداتا تايب بتاع الايه، بتاع الفيلد. ها فيلد يعني ايه؟ كمان شويه ان شاء الله هحلها معاه، حلو. وبيوصف لي الريليشن شيبس، مجموعه الريليشن شيبس اللي بتربط الداتا وذين الداتا بيز. الميتا داتا بتكون بتخزنها اكزامبلز زي ما قلنا، النيم، النيم اوف ايتش اليمنت، اسم الاليمنت اصلا، التايب بتاعه نيوميريك ولا نيوميريك ولا ديت ولا تكست، حلو. والداتا اليمنت ده ممكن يبقى امتي ولا لا، ممكن يبقى نال ولا مش نال. هنفك اهميه النال دي قدام شويه ان شاء الله، حلو. هل ممكن انسرت رو جديد في الداتابيز عندي وفي فاليوز ما عرفتهاش ملهاش قيم؟ ايه اهميه الموضوع ده وايه خطورته؟ بيفرق على البروسيسنج قدام جامد. طيب الميتا داتا بتوفر لي انفورميشن، بتعمل تكامل وبتكسباند الفاليو اند يوز اوف ذا داتا. انا ممكن بقى لو انا عايز اجمع مثلا القيمه على الفيلد ده، كويس، هل الفيلد ده اصلا نيوميريك اقدر اجمع عليه ولا لا؟ فلو جيت اجمع عليه ما ينفعش، دي مثلا وارنينج او ايرور، دي بيبقى يقول لا ما ينفعش تجمع على ده، كويس. اقدر مثلا ان انا اشوف هل في علاقه بين الجدول ده، التيبل ده والتيبل ده، حلو، في الداتابيز. طب هل اقدر اربط بينهم وبين بعض ولا لا، وهكذا. طبعا الميتا داتا دي بتقدم لي كومبليت بيكتشر اوف ذا داتا ان ذا داتابيز، وهنشوف لها ان شاء الله اكزامبلز في الماي سيكول، كويس، كتير ان شاء الله يعني. طيب بما ان انا في الداتابيز عندي بشيل داتا اند يوزر داتا وبشيل ميتا داتا، فاقدر اعرف الداتابيز ان هي كولكشن اوف سيلف ديسكرايبنج داتا. يعني given the characteristics of metadata اقدر اقول ان database is described as collection of self-describing data. يعني هي ليها تعريفين دلوقتي اخدناهم، ان هي shared integrated computer structure بيخزن end user data و metadata، واقدر اقول ان هي collection of self-describing data. طيب ايه هو DBMS؟ database management system، اختصار DBMS، اختصار عالمي معروف جدا جدا. DBMS هو collection of programs، هو مجموعة programs، والتعريف ده حلو قوي. DBMS مش برنامج واحد، DBMS هو collection of programs بيمانج database structure اللي هو اتكلمنا عنه من شوية، اللي هو ايه؟ في الاغلب بيكون tables، كويس؟ collection of programs that manages database structure and control access to the data stored in the database. كلمة control access دي مهمة جدا جدا. control access ده بيتحكم في security، بيقدم لي single point of view لshared distributed files، كويس، حاجات كده جدا جدا. فالديتابيز هي very well organized، اقدر افكر فيها ان هي very well organized electronic filling cabinet. الكابينت اللي هو الدولاب، لو انت مثلا دخلت الكليه عندنا او في اي كليه غالبا يعني شؤون الطلاب، هتلاقي الدواليب لو انت فيها الادراج الحديد بتاعت زمان دي اللي هي الفيلينج كابينت، كويس، بيبقى دوج حديد كبير كده تفتحه تلاقي ايه، مليان ملفات من جوه. فالديتابيز هي بتماثل او بتشابه بتحاكي ال organized filling cabinet اللي مليان جواه بقى ايه، ملفات، كويس. ال DBMS هو السوفت وير اللي بيمانج الكابينت كونتنت، انهي فايل او انهي فولدر موجود فين، في انهي مكان في الكابينت، مين ياكسس عليه، مين مع المفتاح، مين يقرا فيه، مين يعدل، مين يكتب، مين مين مين. ريفيو سريع كده، data management هي process that focuses on data collection, storage and retrieval، كويس. ال common data management functions بت include addition, deletion, modification and listing. يعني ال management functions بيتضمن جواه ال addition, insert, delete, modify اللي هي update، ولستنج اللي هو select اني استعرض. واللي عارف SQL هيبقى عارف الايه الاسامي دي، لو متعرفش ما تقلقش، انا بحب تستخدمها بس من بدري عشان ايه نبقى familiar معاها ان شاء الله.
الداتابيز هي شيرد انتجريتد كمبيوتر ستراكشر ذات هاوسز ا كولكشن اوف ريليتد داتا. الداتا دي عباره عن ايه؟ تو تايبس اوف داتا، اند يوزر داتا وميتا داتا. الميتا داتا هي داتا اباوت الداتا كاركترستكس وريليشن شيبس. دي بي ام اس اللي هو داتا بيز مانجمنت سيستم هو كولكشن اوف بروجرامز مانجز ذا داتا بيز ستراكشر اند كنترولز اكسس تو ذا داتا ستور ان ذا داتا بيز. قبل ما نكمل طلب سريع كده، لو انتوا حابين ان احنا نسيب سلايدز الديفينيشنز دي زي ما هي ونقراها مع بعض مفيش مشكله، انا حابب كده طبعا. لو انتوا حابين انا اسيبها زي ما هي وما اقراهاش في الشرح بحيث ان انا ما بقاش بعيد تكرار اللي قلته من شويه، ممكن اسيبها زي ما هي في السلايدز بحيث انك تقرا منها وتذاكرها ان شاء الله واعديها، او لو مش حابب اشيلها خالص ممكن تقول بقى كده في الكومنتس، او ممكن ان شاء الله نبقى ننزل استبيان كده سريع كويس نسال فيه السؤال ده يعني. بس ايه مبدئيا كده عرفنا انت حابب ايه بالظبط علشان ايه نكستمايز ان شاء الله الليكتشرز اللي جايه بيزد عليه. طبعا لو انا سبتها وقريتها بريفيو مع حضرتك بس قد تحس بتكرار في الموضوع يعني، لو انا سبتها وما قريتهاش هتبقى انت ايه عندك كده ماسك العصايه من النص ماسك المستين يعني، هي موجوده وانت ايه وقتك ما تكرر الموضوع يعني. لو شلتها في الحقيقه ما ارجحش انك تشيلها، ان انا اشيلها لان هي ايه فيها فعلا الخلاصه بتاعه الحاجات، قد يكون بعضنا ما بيقدرش يطلع من السلايدز الخلاصه اللي بتاعه الايه بتاعه التعريفات. طيب ايه هو الدور الرئيسي للدي بي ام اس؟ كويس، دي بي ام اس بيسيرف از انترميديري، هو وسيط ما بين اليوزر والديتابيز. كويس، لو انا عندي اليوزر هنا والديتابيز هنا واليوزر ده عايز اكسس الديتابيز، كويس، بحتاج وسيط في النص اللي هو مين؟ اللي هو دي بي ام اس. الدي بي ستراكشر نفسه في الحقيقه في الاول وفي الاخر مجموعه فايلز، يعني ان شاء الله يعني اللي عارف سيكوال سيرفر عارف ان انا كل ما بعمل كرييت لداتا بيز جديده بيكون عندي تو فايلز على الاقل كبدايه، حاجه اسمها الام دي اف اللي هو مايكروسوفت داتا فايل، وده جواه الاند يوزر داتا، وحاجه اسمها ال دي اف اللي هو اللوج داتا فايل، ده جواه بقى كل الاوبريشنز والترانزاكشنز اللي تمت على مين؟ على الام دي اف. فالداتا بيس في الاخر هي مجموعه من الفايلز، كويس، وقد تكون زي ما قلنا بقى شيرد بتكون اكتر من سيرفر ومش عارف ايه واكتر من مكان وكلام من ده. فالدي بي ام اس بيتيح لي طريقه وحيده تو اكسس الفايلز دي، يعني ما اقدرش اعمل اكسس للفايلز الا عن طريق مين؟ دي بي ام اس. الدي بي ام اس بيتيح للاند يوزر عن طريق الابلكيشن بروجرام، وابلكيشن بروجرام هنا على فكره ملوش علاقه خالص بالدي بي ام اس. الابلكيشن بروجرام ده هو ابلكيشن او برنامج ديفلوبر ما كتبه علشان يكونكت على الدي بي ام اس فيجيب الداتا، قد يكون ويب ابلكيشن ويب سايت او قد يكون ديسكتوب ابلكيشن، كويس. فالدي بي ام اس بيتيح للابلكيشن بروجرام ده سنجل انتجريتد فيو اوف ذا داتا، سنجل زي ما قلنا ايه سنجل بوينت اكسس عليها، انتجريت التكامليه ما بين اكتر من مكان. الدي بي ام اس بيستقبل كل الابلكيشن ريكويستس وبيترجم الابلكيشن ريكويست البسيطه انتو كومبلكس اوبريشنز عند هو بقى ريكوايرد تو فولفيل ذوز ريكويستس. هنشوف ان شاء الله مع بعض في تشابترز قدام في الكوري اوبتمايزيشن ازاي ان قد يكون طلب معين في الابلكيشن بتاعنا عايز مثلا اسماء الطلبه اللي امتحنت امتحان اعمال السنه والشفوي واخر السنه في الماده الفلانيه وجابوا في اعمال السنه اكتر من مثلا 8 من 10، وجابوا مثلا في الشفوي اكتر من 8 من 10، وجابوا في الماده كلها مثلا ايه جيد جدا. كويري زي دي او ابلكيشن ريكويست زي ده بيترجم بقى في الدي بي ام اس انتو كومبلكس اوبريشنز. ده انا عايز بقى اعمل سيلكت للداتا من جدول التيبل من تيبل ستودنتس ومن تيبل الكورسز ومن تيبل الاكزامز واشوف بقى كل واحد جاب درجه كام و كلام من ده. هتلاقي بقى ان ايه بنجنريت، واحاول ان شاء الله اوري حضرتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى اكزامبلز لجنريتد بلان كويس من الدي بي ام اس اوتوماتيكلي على حاجات زي كده. طبعا دي بي ام اس بيهايد الكومبلكسيتي بتاع الداتا بيز خالص، حلو، بقى الموضوع سهل جدا لدرجه ان بقت الناس بتستسهل قوي الكراد ابلكيشنز، ان اكريت ابلكيشنز بتنسرت بتكرييت وتريتريف وتابديت وديليت، كراد سي ار يو دي كرييت ريتريف ابديت ديليت داتا انتو داتا بيز، كويس، وحتى بقى عندي ويزرز بتكريت الكلام ده ما شاء الله يعني دلوقتي. هاويفر اللي هتحافظ على الكلام ده قدام هتكلم عنه ان شاء الله. طيب فدي بي ام اس رول ايه وظيفته الرئيسيه؟ عندي مجموعه من الاند يوزرز منهم ناس لوكال عندي كونكتد دايركتلي وناس ريموت
على الانترنت مثلا، كويس. دي بي ام اس، داتا بيز مانجمنت سيستم، اللي هو اللي بيجي لي هنا ابلكيشن ريكويستس من عند الناس دي كلها، كويس. الدي بي ام اس بيقدم لي سنجل انتجريتد فيو اوف داتا. انا بقى مخزن بقى الداتا دي ازاي بقى، على اكتر من داتا بي، على اكتر من داتا بيز، اكتر من تيبل، اكتر من فايل، اكتر من معرفش ايه، ومع الميتا داتا بتاعته، مش مهم. الدي بي ام اس هو بيهايد الكلام ده كله عن مين؟ عن الابلكيشنز، كويس، وعن الاند يوزرز. الابلكيشنز طبعا موجوده هنا، ده ابلكيشن، ده ابلكيشن على السيرفر بتاعي المفروض يعني فيكون في مكان ما هنا، وده ابلكيشن، كويس. بعت ابلكيشن ريكوست، يروح الكلام ده للدي بي ام اس يشوف بقى هو يمانج القصه دي ازاي ويرد بالايه، بالديتا. طيب ايه مميزات الدي بي ام اس؟ دي بي ام اس انيبلز الداتا ان ذا داتا بيس تو بي شيرد. كلمه داتا شيرد دي حاجه خطيره، لان خلي بالك لو انا كنت فضلت زي زمان وبخلي الداتا جوه فايل، كان صعب جدا اعمل شير للداتا اللي جوه الفايل ده among multiple applications or users، كويس. الحاجه الثانيه ان دي بي ام اس انتجريتس ميني ديفرنت يوزرز فيوز اوف ذا داتا انتو سنجل اول انكومباسنج داتا ريبوزيتوري. انا عندي اكتر من يوزر فيو لنفس الداتا، بجمعه كله جوه سنجل داتا ريبوزيتوري. طيب نشوف كده بتفاصيل اكتر ايه مميزات دي بي ام اس ادفانتج، ايه مميزات دي بي ام اس. الميزه الاولى للدي بي ام اس اللي ما ننساهاش ابدا هي الامبروفد داتا شيرنج، كويس. الشيرنج ده مشكله كانت رهيبه في الفايل سيستمز واتحلت الحمد لله. الميزه الثانيه الامبروفد داتا سكيورتي. طبعا الشيرنج كل ما الشيرنج زاد كل ما السكيورتي بريتشز زادت، والبريتش انا اقصد بقى الاختراقات او المشاكل يعني. فطبعا الدي بي ام اس بيوفر سكيورتي سوليوشنز للقصه دي. الحاجه الثالثه بيتر داتا انتجريشن، تكامل اوف داتا بتوين او فروم ديفرنت سورسز، ديفرنت فايلز بقى او سيرفرز وهكذا. الحاجه الرابعه وده اكرونيم جديده علينا اللي اسمها المينيمايزد داتا انكونسستنسي. يعني ايه كلمه داتا انكونسستنسي؟ الداتا inconsistency exists when different versions of the same data appear in different places. الاول الداتا inconsistency دي حاجة وحشة، كويس. الداتا consistency من غير ال n اللي في الاول دي حاجة كويسة، حلو. يبقى الداتا consistency دي الحاجة الحلوة الاول. data consistency معناها ان الداتا الموجودة عندي في الداتابيس دلوقتي satisfying all the rules، كويس. الداتا valid، صحيحة، accurate، كويس. الريبليكاز تكرار الداتا في اكتر من مكان، في حاله ان في تكرار يعني ليهم نفس القيم. داتا انكونسستنسي دي حاجه وحشه زي ما قلنا. والداتا انكونسستنسي باختصار شديد معناها ان عندي different versions of the same data appear in different places، يعني عندي نسخ مختلفه من نفس الداتا في اماكن مختلفه بقيم مختلفه. الاول هتلاحظ كده شرط هنا في التعريف ده ان في ريبليكيشن، ان في تكرار للداتا، وده هتكلم عنه كمان شويه ان شاء الله. ف الميزه الرابعه ان هو الدي بي ام اس قلل الداتا انكونسستنسي. الميزه الخامسه ان الدي بي ام اس امبروفد الداتا اكسس، حسن لي الداتا اكسس. هو الاول الدي بي ام اس وفر لي طريقه جديده تو اكسس الداتا اللي اسمها كويري. كويري يعني سؤال او استعلام، يعني ممكن اقول هنا كويري simply a question، هو سؤال او استعلام بسأل عن حاجة within the database. query تعريف بقى اوضح شوية او اطول شوية، specific request issued to the DBMS، هو الطلب ببعته لـ DBMS for data manipulation، عايز اعدل في الداتا، عايز اعمل عملية، مش اعدل، عايز اعمل عملية ما على الداتا. العملية دي قد تكون read or update، والابديت هنا بيشمل الـ create بالمناسبة، لان انت يعني to update row doesn't exist غالبا دي بي ام اس حقيقي بيتضمن يعني انك تنسرت الرو ده من جديد. طيب يبقى الكويري هو simply a question specific request issued to the DBMS for data manipulation. manipulation زي ايه؟ زي read or update. الكويري ده في منه نوع قوي جدا جدا ودي بي ام اس شاطره قوي فيه اللي هو اسمه الاد هوك كويري. ايه الاد هوك كويري؟ هو question مش موجود او مش مترتب له قبل كده without planning in advance. يعني ايه الكلام ده؟ ايام الفايل سيستمز زمان كان عندي حد اسمه داتا سبيشالست. داتا سبيشالست ده كان فاهم في الكود وفاهم في الفايل ستراكشر، فكان بيقعد يكتب كويريز، مجموعه من الكويريز
to generate reports، يعني كأنه بيطلع report. الريبورتس دي بتبقى جاهزة، مش الداتا جواها اللي جاهزة، الأكواد بتاعتها هي اللي جاهزة. ولما أحب أجنريت الفيرجن الجديدة من الريبورت بدبل كليك أو بريرن الأبليكيشن اللي داتا سبيشاليست ده كاتبه كويس، فيطلع لي الداتا الإيه الأبديتد الجديدة. ولو أنا كنت عايز بقى ريبورت، طبعا الريبورت هنا بيزد على كويري، يعني لو عايز ريبورت او كويري مش موجوده عنده قبل كده كان بيقول لي لا استنى سيب لي شويه وقت احضر فيها الكويري بعدين اطلع لك الايه الريزلت. كويس، فمعنى كده ان الفايل سيستمز ما كانتش بتسبورت الاد هوك كويري. دي بي ام اس بتسبورت الاد هوك كويري، ان انا مش مضطر يبقى عندي مجموعه من الكويريز جاهزه من قبل كده وانا اريرن او اران الكويريز دي، بس انا ممكن ارن الكويري without planning in advance، محتاج حاجة معانا دلوقتي أران دلوقتي إن شاء الله ويطلع لي المين النتيجة. كويس، دي بي ام اس بيبعت sends back an answer بيرد على الكويري دي حاجة اسمها query result set. طبعا في الأغلب إن شاء الله تعالى هنشتغل على الكويري دي بال SQL structured query language إن شاء الله تعالى. طيب بنكمل مع بعض مميزات ال دي بي ام اس. Improved decision making، طبعا كل ما سهلت بقى الاد هوك كويريز وضمنت الكواليتي وضمنت الشيرد وضمنت ان انا قللت الداتا انكونسستنسي كويس، فبالتالي انا حسنت improved decision making. وديتا كواليتي هنا هي كومبرهنسيف ابروتش، هي الاول مش منتج بشتريه ولا سوفت وير بعمله، هي ابروتش، هي حاجه متكامله كويس، خطوات بمشي عليها وبوليسيز بتتبعها ورولز بحطها في المؤسسة بتاعتي وسوفت وير بستخدمه كويس. comprehensive approach to promote the accuracy validity and timeliness of the data. accuracy الدقة، validity الصلاحية، timeliness الحداثة of the data. طبعا مش بحبش ترجم كتير بس عشان اول محاضرة، فانا ايه بنحاول نقرب المصطلحات الجديدة ان شاء الله لحد ما تبقى بالنسبة لنا ان شاء الله حاجة عادية جدا 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 ان شاء الله تعالى قريب جدا. طبعا دي بي ام اس زود لي اند يوزر برودكتيفيتي كويس وحاجات كتير قوي. طيب طبعا البرودكتيفيتي زادت ليه؟ لان بقت الداتا افيلابل متاحة اكيوريت وهكذا. طيب نريفيو كده مع بعض بسرعة شوية ديفينيشنز اخدناها اوريدي. داتا انكونسستنسي a condition in which different versions of the same data yield different inconsistent results. عندي اكتر من نسخة لنفس الداتا موجودة في اكتر من مكان بترجع لي different results، يعني لو انا سألت نسخة ايه عن قيمة حاجة معينة يطلع لي ناتج، اسأله عن قيمة مكان تاني نفس الحاجة دي طلع لي ناتج ايه تاني خالص. query هو question or task asked by end user of a database in the form of SQL code، غالبا هو form of SQL code. طبعا مش شرط SQL، في الجراف databases مثلا عندي حاجة اسمها Neo4j، ده leading or one of the leader، يعني one of the top graph database vendors في الماركت، له حاجة اسمها Cypher تمام، الكوري لانجوج بتاعته اسمها سايفر وهكذا. فطبعا سيكوال ده في الريليشنال، وهو على فكره سيكوال بالمناسبه انسي ستاندرد، هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله، هو ستاندرد كل بي ام اسز لازم تسبورت الستاندرد ده. ممكن حد يقدم فيتشرز زياده زي اوراكل عندها حاجه اسمها بي، اوراكل عندها بي ال اس كيو ال، فاوراكل بتقدم شويه فيتشرز زياده في البي ال اس كيو ال ده. مايكروسوفت عندها حاجه اسمها ترانزاكت اس كيو ال كويس، تي اس كيو ال. في اي دي بي ام اس لو كتبت انسي ستاندرد اس كيو ال لازم يرن ان شاء الله، مفيش فيها كلام. لما الفيتشرز زياده بتختلف بقى من ايه من دي بي ام اس للتاني. الكويري ا سبيسيفيك ريكويست فور داتا مانيبيوليشن زي ما قلنا ريد اور ابديت ايشود باي ذا اند يوزر اوف ذا ابلكيشن تو ذا دي بي ام اس. وركز قوي على الاند يوزر اوف مين اوف ذا ابلكيشن، يبقى انا عندي ابلكيشن مكتوب بلغه ما، وهكلم عن البايندنج ده كمان شويه ان شاء الله، بيكونكت على دي بي ام اس. اد هوك كويري spur of the moment question unplanned question كويس without planning in advance query، ودي ميزة مهمة جدا للدي بي ام اس. query result set هي collection of data rows returned by a query، اسمها query result set او result set اللي بيرد بيها دي بي ام اس على مين؟ على الكويريز. data quality comprehensive approach to ensure accuracy validity and timeliness of data. طيب لو انا حبيت اصنف في databases هي التصنيفات او الانواع، والمعروف كده عند في الاكاديميه عذرا معلش
في الاكاديميا في الريسيرش وكده، التصنيف ده حاجه مهمه جدا جدا. كويس، لو حبيت اصنف الداتابيزز فانا على حسب انا ببص للداتابيز من اي وجهه نظر بيطلع تصنيفات مختلفه. على سبيل المثال، لو الدي بي ام اس كان بي يوزد تو بيلد ميني ديفرنت تايبس اوف داتابيزز. كويس، والدي بي ام اس مش ريليشنال بس، هو انواع كتير. Each database stores particular collection of data and is used for a specific purpose. كل database في الأغلب بتشيل collection معين من الداتا ولغرض معين. تعال كده نشوف إيه الكريتيريا اللي ممكن أصنف، اللي ممكن أصنف منها databases. أول كريتيريا عدد الـ users، number of users supported. الكريتيريا التانية where data is located، الداتا موجودة فين. الكريتيريا التالتة type of data stored، نوع الداتا اللي متخزنة عندي. الكريتيريا الرابعة intended data usage. الكريتيريا الخامسة degree to which the data is structured. كل كريتيريا من دول لوحدها طبعا مستقلة عن التانيين، وانا على حسب الكريتيريا اللي في ايدي بيطلع لي انواع. فعلى سبيل المثال classification based على criteria 1 number of users. based على number of users database عندي قد تكون single user او multi user. single user database supports only one user at a time، يعني user واحد بس في الوقت الواحد يقدر يأكسس الداتا. يعني if user A is using the database users B and C must wait until user A is done، لحد ما A خلص. طيب B عايز يأكسس، لا ما ينفعش، لازم ايه يخلص الاول بعدين either B or C يأكسس الداتا دي. single user database كويسة ومنتشرة وبتأدي الغرض. لو انا عندي في الاغلب، يعني لو انا عندي personal computer PC desktop كويس او laptop بتاعي بيمانج حاجة معينة في مكان واحد، single user database ممتازة جدا في القصة دي. فsingle user database that runs on a personal computer is called desktop database. يبقى desktop database هي specific type of single user database بترن فين؟ على personal computer مش على server. يعني المالتي يوزر database supports multiple users at the same time، أكتر من user يقدر يأكسس database في نفس الوقت. وبالمناسبة دي هي حاجة بعيدة شوية بس مش بعيدة قوي. في الـ operating systems مثلا لغاية وقت قريب كان ويندوز single user operating system، ولينكس ويونكس طول عمرهم multi user. ليه بقولك الاكزامبل ده؟ عايزك تعرف ان مش سيبنا من التصورات ونشوف الوقائع. حاجات كتيرة جدا جدا بتخيل ان هي booming وضخمة وكبيرة قوي وهي مالها very limited في الـ capabilities. كويس؟ حاجة تانية برضو اقولها، مش معنى ان الـ database single user ان هي وحشة. حلو، قد تكون هي الحل الانسب عندي في وقت معين، فانت دايما اختار الانسب ليك. كويس، اوعى تختار الايه الاقوى في الفيتشرز والافضل والاغلى، مش شرط، دايما اختار مين الانسب. نرجع لموضوعنا الرئيسي، المالتي يوزر داتابيز سبورت مالتيبل يوزرز ات ذا سيم تايم. لما وين داتابيز سبورتس ريلاتيفلي سمول نمبر اوف يوزرز، عاده اقل من 50 واحد، الداتابيز بتاعتي بتسبورت اقل من 50 واحد، او بستخدمها جوه قسم معين عندي في المؤسسه، قسم المبيعات لوحده، تسويق لوحده، الاتش ار هيومن ريسورسز لوحده. كويس، بسميها ورك جروب داتابيز. يبقى الورك جروب داتابيز هي مالتي يوزر داتابيز بس within a single department او with relatively few number of users لو اقل من 50. لو الداتابيز بتاعتي دي used by the entire organization وبتسبورت ميني يوزرز اكتر من 50، تصل الى مئات في الاغلب across many departments في اقسام مختلفة، بسمي الداتابيز دي enterprise database. طبعا ده النوع اللي احنا المفروض نتعامل معاه في اغلب الوقت كناس تو اي اس بقى وبنهندل شركات ان شاء الله وكده. كويس، ده الاغلب اللي انا ايه بتعامل معاه، طبعا بيكون distributed وبيكون shared وحاجات كتير هتكلم عنها ان شاء الله. بيزد على classification التاني اللوكيشن، الداتابيز بتاعتي قد تكون centralized او distributed او cloud. centralized database that supports data located at a single site، database بتاعتي كلها موجودة at a single site. distributed database supports data distributed across several different sites، الداتا نفسها
هتكلم ان شاء الله عن القصه دي قدام، حاجه اسمها الهوريزونتال فراجمنتيشن والفيرتيكال فراجمنتيشن، ازاي بقطع الداتا واوزعها على اكتر من سايت وطبعا بيزد على ايه وكده. دي بسميها ديستريبيوتد داتابيز. الكلاود داتابيز هي نتيجة طبيعية لظهور وانتشار الكلاود كومبيوتنج. في سنترلايزد وديستريبيوتد داتابيز الانفراستراكشر بتاعي انا كاورجنايزيشن، انا كانتربرايز، الانفراستراكشر ده انا اللي عندي السيرفرز والنتورك سويتشز والكيبلز والراوترز والهاردوير يعني عندي كويس. في الكلاود لا، اكزامبل قصه الكلاود دي لو انا كان زمان في مؤسسه كنت بشتري سيرفر عندي جوه المؤسسه بتاعتي واحط عليه الميل سيرفر بتاعي، وعشان ابعت ايميل بكونكت على السيرفر اللي عندي جوه المؤسسه بتاعتي، هو يبعت هو الايميل بالنيابه عني ويسيب الايميلات. طبعا الكلاود ريحني من القصه دي، بقيتش بقى بطل اشتري هاردوير جديد ولا اصرف على الكيبلز ولا الانفراستراكشر ولا 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 كويس، وبكتفي ان انا باجر برنت سيرفيس وبدفع على قد السيرفيس اللي انا اجرتها دي كويس، واستفيد من الخدمه اللي عندي كويس. في الكلاود داتابيز، داتابيز ذاتس كرييتد اند مينتيند يوزنج كلاود داتا سيرفيسز. اشهر طبعا بروفايدرز مايكروسوفت، ايجر، امازون، اي دبليو اس، طبعا جوجل طبعا كلاود بروفايدر كبير جدا جدا وهكذا. التصنيف الثالث تايب اوف داتا ستورد. تايب اوف داتا ستورد عندي نوعين، جنرال بيربز داتابيز وديسيبلين سبيسيفيك. جنرال بيربز داتابيز، الداتابيز الواحده فيها وايد فرايتي اوف داتا used in multiple disciplines. disciplines يعني اتجاهات. حلو، يعني الداتابيز بتاعتي دي مش سبيسيفيك لحاجه معينه، زي مثلا حاجه اسمها سنسس داتابيز. دي معروف قوي ان سنسس داتابيز دي غالبا بتركز على البوبوليشن، على التعداد السكاني وهكذا. ايه نقول بقى التعداد السكاني وذكور ولا اناث ومش عارف، والمكان الفلاني فيه كثافه سكانيه عاليه والمكان الفلاني مش عارف وهكذا. فالسنسس داتابيز دي contains general demographic data، دي حاجه general purpose كويس. او لكسس نكسس اند برو كويست، دور نشر مشهوره قوي، بتطلع كتب ونيوز بيبرز، جرايد وجورنالز. جورنالز هنا في العلم معناها اللي هي مجلات محكمه وكده، وماجازين و و و كويس. فالاثنين دول جنرال بيربوز، يعني ايه؟ جوه مجالات كتيره جدا جدا. بروكويست دي دار نشر كبيره جدا وليها ارتكلز حلوه قوي في الفيلد بتاعنا وفي الميديكال فيلد وحاجات كتيره قوي يعني. الكلام ده غير خالص الديسيبلين سبيسيفيك. الديسيبلين سبيسيفيك معناه ان الداتابيز دي كونتين، ان الداتابيز دي كونتينز داتا فوكسد اون سبيسيفيك سبجكت اريا، بركز على حاجه معينه زي الفاينانشال داتا كويس، زي الجيوغرافيك انفورميشن سيستمز، زي الميديكال داتابيز. حلو، لو رحت مثلا على نيتشر، نيتشر دي دار نشر كبيره جدا جدا، عندها داتابيز معروفه جدا جدا كويس في الحاجات الميديكال لو انا فاكر صح يعني. حلو، فاي حد بيدور على حاجات ميديكال بيروح على نيتشر مثلا. إيه عندنا احنا في الفيلد بتاعنا في نظم المعلومات اي سي ام، عندهم مجموعه من الجورنالز رهيبه بتفوكس قوي على الفيلد بتاعنا. لو انا مايل اكتر ناحيه حاجات فيها هاردوير وانجينيرنج والكتريكال انجينيرنج وكده، اي تريبل اي. حلو، وهكذا. فالكونتين داتا فوكسد اون سبيسيفيك سبجكت ارياز، والدومين سبيسيفيك طبعا ده used mainly for academic or research purposes. انا بركز على فيلد معين عايز اوصل منه على حاجه معينه. الفيلد ده within a small subset of disciplines، حاجه ايه specialized قوي يعني. طيب التصنيف الرابع intended data usage، وده اشهر تصنيف كويس، يعني اشهر classification للداتابيزز based على intended data usage. بيركز قوي على، طبعا زي ما قلنا هو اشهر كلاسيفيكيشن، بيركز قوي على هاو داتا ويل بي يوزد كويس، والتايم سنسيتيفيتي هنعرفها ان شاء الله سريعا كده. هاو داتا ويل بي يوزد، بتستخدم فور برودكشن، فور دي تو دي اوبريشنز، ولا فور اناليسز عشان اطلع منها قرارات. والتايم سنسيتيفيتي، هل هي ريسنت وابديتد ولا هل هي هيستوريكال داتا، ايه من التاريخ يعني. بتصنف الى نوعين، اوبريشنال واناليتيكال. الاوبريشنال داتابيز اللي هي ليها اسم تاني اللي هو اسمه الاونلاين ترانزاكشن بروسيسنج او ال تي بي، ده اسم مشهور جدا، ركز عليه، اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج او ال تي بي او البرودكشن داتابيز.
transactions such as product or service sales. لو عندي مثلا زي ما قلنا بقول كتير اول اكزامبل ده معلش بس هو اكزامبل واقعي قوي، سوبر ماركت كبير جدا جدا بعمال ابيع وبيع 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 وكده، ده transactions كويس، ده daily operation. حلو، انا بعت كذا وكذا وكذا وكذا. فالبرودكت او السيرفيس سيلز البيمنتس والسبلاي وكده اللي هي دي تو دي اوبريشنز دي كلها من النوع مين؟ اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. ماست بي ريكوردد اكوريتلي اند ايميديتلي. كلمه اكوريتلي يعني ايه؟ حد اشترى فاتوره كويس، او يعني مش اشترى فاتوره، اشترى بفاتوره يعني بضاعه معينه ايتمز معينه، ما ينفعش ازود عليه هيحاسب زياده ولا نقص منه انا كده هخسر كويس، فده اكوريسي. وايميديتلي وانس ان انا مثلا ضربت الباركود بتاع الايتم اتسجل عندي على طول. لما الاناليتيكال داتابيز اللي هو النوع الثاني ده بيركز على ستورينج هيستوريكال داتا اند بزنس ماتريكس. انا مش عايزه عشان اعرف العميل الفلاني اشترى ايه، بس بحتاج الاناليتيكال داتابيز دي عشان اعرف اكتر بضاعه اتباعت عندي، المخازن الموجوده عندي فاضل فيها ايه، البضاعه الفلانيه ما اتباعتش طب فاضل منها عندي قد ايه كويس. ممكن بقى ابدا ابيلد tactical and strategic decisions based على الداتا دي. tactical medium term decisions strategic long term decisions. يعني ايه؟ item مثلا ما اتباعش عندي خالص كويس، ممكن ابدا اعمل سيل عليه عشان خاطر اخلص منه، او اعمل offer معين اني احطه كهديه، او احطه كهديه مع item تاني ما بيتباعش برضه كويس، فالاتنين مع بعض ممكن يتباعوا، او احطه بسعر رخيص مع ايتم بيتباع على طول، فلازم ممكن تجربه. ودي كلها على فكره التاكتكس معروفه قوي في الـ في الـ في البي اي في البيزنس انتليجنس يعني كويس. فاجيب الكلام ده كله منين؟ من الاناليتيكال داتابيس. حلو، طبعا دي بتحتاج اكستنسيف داتا مسجنج ومانيبيوليشن، لان عشان اجمع بقى الداتا بتاعتي من اكتر من سورس وفورمات الداتا دي في شكل معين، واوفركم شويه تشالنجز زي الميسنج داتا وزي الانوماليز وزي الداتا الغلط اصلا واللي مش عارف ايه، واصلح الداتا دي كلها واحطها بقى في الاناليتيكال داتابيز، ده بيبقى شغل يعني كويس. وده بالمناسبه جزء من علم اسمه داتا مايننج. حلو، بيركز اول حته دي ان شاء الله، وبيبني بقى عليها بي اي وبيج داتا اناليتكس. المهم ان الاناليتيكال داتابيس دي بروديوسز انفورميشن اون ويتش بيس بقى ببني عليها بقى برايسنج ديسيجن زي ما قلنا، سيلز فوركاست، ماركت استراتيجيز، وحاجات كتير قوي. المهم ان الاناليتيكال داتابيس دي بتسمح للاند يوزر تو بيرفورم ادفانسد اناليسز اوف بزنس داتا using sophisticated tools، طبعا algorithms وtools، حاجة ده الفوركاستنج كويس، وان شاء الله نتكلم عنها قريب ان شاء الله، بس بعد الكورس ده يعني، قبل الكورس، في خلال الكورس ده هيبقى صعب شويتين، ممكن بعده ان شاء الله ممكن ننوح عن examples منها في البي اي chapter البي اي ان شاء الله. طيب الانالتيكال داتابيز بتكون من حاجتين، data warehouse و OLAP online analytical processing. ايه data warehouse؟ هو specialized database بيستور الداتا في اوبتمايزد فورم فور ديسيجن سبورت. هنعرف قدام ان شاء الله وانا بعمل داتابيس ديزاين، بعد ما عملت الموديلنج بتاعي بالاي ار هبدا اعمل نورماليزيشن للموديل ده وابدا بقى اطلع منه الجداول، وانا بجمع في الداتا وير هاوس الداتا من اكتر من داتابيس هعمل حاجه اسمها دي نورماليزيشن. انا مش قضيتي ان عندي كام عميل تحديدا كويس ولو عميل واحد هيفرق معايا، لا مش دي الفكره. فكده انا عايز برضو ارن اوبتمايزد كويريز، او عايز اوبتمايز البلاتفورم بتاعي بحيث ان هو يرسبوند تو كويريز بتطلع ديسيجنز او تطلع احصائيات بسرعه، فساعات بضطر ان اعمل دي نورمالايز اصلا. المهم ان الداتا وير هاوس ده بيجمع الداتا من اكتر من مكان ويشيل جواه في الاغلب هيستوريكال داتا كويس. هو جاي من اوبريشنال داتابيز متوزع، بس هو بيعتبرها بقى ايه، تبقى نزلوا هي ايه هيستوريكال. طيب بعد ما بنيت الداتا وير هاوس بتاعي بابلاي عليه مجموعه من التولز بتشتغل مع بعض اللي اسمها اونلاين اناليتيكال بروسيسنج كويس، بتتيح لي مجموعه من العمليات على الداتا فور اناليسز تو انالايز الانفايرمنت، زي ايه؟ ريتريف الداتا، بروسيس الداتا، موديل الداتا. طبعا الاولاب ده كبر بقى البي اي، والبي اي كبر بقى البيج داتا اناليتكس، وده فيلد محترم جدا 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 في الشغل. البي اي هو ايه؟ describes comprehensive approach مكثف to capture and process business data. موضوع الكابتشر ده على فكره مهم جدا، ان انا اجمع الداتا عندي
كويس. وبالمناسبه من ضمن الحاجات الصعبه جدا على المالتي ناشونال كوربوريشنز كوربوريتس ان هم المالتي ناشونال كوربوريتس ان هم يجمعوا الداتا من اكتر من دوله مثلا كويس، واكتر من فرع جوه الدول، وبالانترنت، والانترنت مثلا بطيء. فزي هترانسفير مثلا بالتيرا بايتس، مثلا بيبيع بقاله سنه 6 شهور عمال يبيع كل يوم الوف الاوردرز، كويس، هيجمعها ازاي في الاخر؟ دي بيبقى تشالنج حقيقي. والناس بقى احد الحلول للتشالنج ده ان يبقى اصلا الداتا على دي في دي، يصفر دي في دي اصلا يشحنه يبعته للمكان بتاع الداتا وير هاوس. يعني ده احد الحلول، بس مش ده تركيزنا دلوقتي. طبعا البيزنس انتليجنس ديسكرايبس كومبريهنسيف ابروتش تو كابتشر اند بروسيس بزنس داتا with the purpose of generating information عشان generate information to support the business decision making. تصنيف الخامس degree to which data is structured، الداتا اللي جوه database شكلها عامل ازاي. فتصنيفها حاجه من ثلاثه: unstructured او structured او semi structured. unstructured data، data that exists in its original or raw state، ما عملتش عليها اي processing او اي format نهائي. raw state in the format in which it was collected، كويس، زي ما جات لي بقى من السنسور، زي ما اليوزر دخلها، زي ما طالعه من ابلكيشن تاني، زي ما جاي من سيستم تاني امبورتد، زي ما هي بالظبط. exists in a format that does not lend itself to the processing that yields information. لان structured data هي data مش جاهزه اصلا for processing، عشان طلع information، عشان اعمل لها processing لازم ايه، ابدا اشتغل عليها الاول واحضرها، وفي الاغلب بتكون صعبه ان نشتغل عليها. وللاسف ده اكتر نوع في الانتربرايزز، حوالي 80% بيزد على اي ام سي ستاتستكس. ام سي شركه كبيره قوي، انا بتكلم عنها ان شاء الله في وقت تاني. طيب الاستراكشرد داتا العكس تماما، هي ريزلت اوف فورماتنج انستراكشرد داتا، كويس. لو انا عندي انستراكشرد داتا عملت لها فورماتنج كويس جدا جدا، فسهلت التخزين والاستخدام والجنريشن اوف انفورميشن من الداتا دي، او انا اصلا كنت عامل داتا انتري من الاول صح، كويس، في تيبلز كويسه جدا برولز واضحه بفاليديشن على اليوزر اجباري غصب عنه لازم يفولو رولز في الانبوت وما يسيبش حاجات فاضيه وكلام من ده. حلو، فالاستراكشرد داتا هي ريزلت اوف فورماتنج ان استراكشرد داتا، او هي من الاول انبوت اصلا ايه استراكشرد مظبوط. وي ابلاي استراكشر او فورمات على حسب انا عايز اعمل ايه. مفيش حاجه اسمها فورمات موحد للداتا كلها في العالم طبعا، لا. انا في حاجات سام داتا عايز مثلا اعمل لها ماثيماتيكال اوبريشنز، ابدا احط بقى انتجر وديسيمال وفلوت والحاجات دي، كويس. حاجات تانية لا، عايز ايه اعرضها مثلا على ماب، ابدا بقى اشوف الاكس والواي لونجيتيود ولاتيتيود بتاعها وهكذا. فسام داتا مايت نوت بي ريدي ان استراكشرد، يعني ممكن تكون نفس الداتا مش جاهزه لنوع بروسيسنج معين بس جاهزه لنوع تاني، كويس. في بقى نوع في النص بينهم الاثنين. الاول اكزامبل كده، لو انا عندي مثلا الرقم ده 35116، ده ممكن يكون بوستال كود بتاع المنصوره مثلا، جامعه المنصوره، او يكون رقم في السيلز او برودكت كود. لو انا افترضت ان ده سيلز فاليو او برودكت كود، كويس، لو هو ستورد في الداتابيز از تكست ما اقدرش اعمل عليه اوبريشنز ماثيماتيكال، لا اجمع ولا اطرح ولا اضرب ولا كلام من ده. اكزامبل بقى الان ستراكشرد داتا دوكيومنتس ستورد از ايمجز، واخد سكان من عقد من كونتراكت معين، كويس. هقدر ابروسس العقد، اقدر ابروسس بقى الايتيمز اللي جوه العقد، اطلع بقى منه اسم المتعاقد واسم البائع مثلا واسم المشتري والشهود ومعرفش ايه طبعا، لا، كويس. في محاولات بالاو سي ار ان احول بقى الكلام ده لحروف وابدا اشتغل بتاع، دي قصه ثانيه خالص. بس غير بقى لو انا مثلا مدخل الكلام ده من اول اصلا اكسل شيت، كويس، في السيل الاولانيه فيها البائع، السيل الثانيه المشتري، السيل الثالثه قيمه العقد مثلا، بالنسبه لي الكلام بقى ماله اسهل بكتير. طيب النوع الثالث بقى هو structured unstructured semi-structured. semi-structured هو has already been processed to some extent، محاولة سواء بأن أنا عملت processing بإيدي أو الداتا جيالي processed قبل كده to some extent إلى حد ما. زي مين؟ زي الHTML. الHTML processed إلى حد ما، هي semi-structured data، كويس. عندي بعض التكنيكس بتسمح لي اني اطلع useful data من ال HTML page،
كويس. اقدر بقى اقرا مثلا بالدو، اقدر مانيبيوليت الدوم، اللي عارف بقى الدوم في الويب بروجرامنج، ان اقف على ايليمنت معين واجيب قيمته وريترن القيمه دي، انتوا مثلا حاجه في الابلكيشن استور بقى في الداتابيز وكده. كويس. طب هل هي ستراكتشرد؟ طبعا لا. ان ستراكتشرد برضو لا، لان عندي مجموعه تاجز معروفه، اتش تي ام ال هيد ميتا مثلا، وقفله الهيد تايتل قبل قفله الهيد وبادي وهكذا. طيب الداتابيز بقى للاسف بتركز على الهايلي ستراكتشرد داتا فقط. كويس. بس في المؤسسات عندي ثلاث انواع، عندي الاستراكشرد والان استراكشرد والسيمي استراكشرد. في نوع من الداتابيزز بسميه اكس ام ال داتابيز، هو مش نوع مخصوص، هي الداتابيز انجنز العاديه بتاعتنا بتسبورت اكس ام ال، وعلى فكره ماي سيكوال بيسبورت جيسون كمان دلوقتي. جيسون هي داتا فورمات برضو كويسه جدا جدا، مهمه قوي في الايه، في السيمي استراكشرد داتا. المهم الاكس ام ال داتابيز، اكس ام ال حاجه اسمها اكستنسبل مارك اب لانجوج، هي شبه الاتش تي ام ال كده، لانجوج بيزد على التاجز، مش لغه برمجه، هي ديسكريبشن لانجوج يعني. كويس. ممكن اوصف بيها الداتا واكسبورت بيها الداتا من داتابيز الى الثانيه وهكذا. طيب نريفيو كده بسرعه على الانواع. سنجل يوزر داتابيز، داتابيز ذات سبورتس اونلي وان يوزر ات ا تايم. ديسكتوب داتابيز، هي سنجل يوزر داتابيز ذات رانز اون ا بيرسونال كمبيوتر. المالتي يوزر داتابيز، داتابيز ذات سبورتس مالتيبل كونكرنت يوزرز. ركز على كلمه كونكرنت، كلمه كونكرنت معناها ات ذا سيم تايم، مالتيبل يوزرز ات ذا سيم تايم، ده الكونكرنسي. ورك جروب داتابيز، هي مالتي يوزر داتابيز يوجوالي سبورتس فيور ذان، اقل من 50 يوزرز، او از يوزد ان ا سبيسيفيك ديبارتمنت في المؤسسه. الانتربرايز داتابيز، ذا اوفر اول كومباني داتا ريبريزنتيشن، هي داتا على مستوى المين، المؤسسه كلها. Provide support for present and expected future needs. طبعا scalable قوي، وكلمة scalable معناها ان هي بتكبر معايا على حسب النيدز بتاعتي ما بتكبر وهكذا. Centralized database، database located at a single site، مكان physical، physical location واحد. Distributed database، logically related database. خلي بالك من كلمة logically related دي، لان لو هم اصلا مش related لبعض خلاص ما بقاش centralized او بقاش distributed، اسف ما بقاش distributed. كويس. هما لوجيكلي هما وان يونت، سنجل انتيتي، سنجل يونت، بس فيزيكلي هما ستورد ان تو اور مور، على الاقل اتنين، الحد الادنى اتنين اور مور فيزيكلي اندبندنت سايتس. كلاود داتابيز، داتابيز ذات از كرييتد اند مينتيند يوزنج كلاود سيرفيسز، على كلاود، على انفراستراكشر مش بتاعي، بتاع حد تاني، وانا باخده منه كخدمه وادفع له فلوس مقابل المين، الخدمه. جنرال بيربوس داتابيز، داتابيز ذات كونتينز وايد فرايتي اوف داتا. كويس. داتا مختلفه من اماكن يعني، مش مرتبطه بحاجه معينه بس، لا، وايد فرايتي اوف داتا يوزد ان مالتيبل ديسيبلينز، في اتجاهات مختلفه. ديسيبلين سبيسيفيك، لا هي عكس الكلام ده خالص، هي داتابيز كونتينز داتا فوكسد اون سبيسيفيك سبجكت ارياز. operational database، database designed primarily to support companies day to day. بال operational دي اللي اسمها ال OLTP online transaction processing او production database، هي بتسupport day to day operations. ال analytical database، database focused primarily on storing historical data، historical data and business metrics، وهميتها قوي في التكتيكال وايه وstrategic decision making. تكتيكال اللي هي medium term، الاستراتيجيك اللي هي long term. Data warehouse هي specialized، عذرا معلش، مظبوط كده. Data warehouse هي specialized database that stores historical and aggregated data، database مخصوصة. طبعا ال data warehouse وال OLAP هما جزئين من مين، من analytical database. كويس. Data warehouse specialized database that stores historical and aggregated data in a format optimized for decision support. وال OLAP هي set of tools that provide advanced data analysis for retrieving, processing and modeling data from the data warehouse. ال BI مجموعة من tools، set of tools and processes used to capture, collect, integrate, store and analyze. Capture, collect, integrate, store and analyze. هنا الزيادة عندي فين؟ في الانالايز. كويس. واصعب مكان هو الانتجريت، اني اجمع من اكتر من مكان مختلفين عن بعض، والانالايز ان انا احلل بقى الداتا دي efficiently within timelines معينه عشان اطلع ايه، business decision.
making unstructured data, data that exists in its original raw state that is in a format in which it was collected. ما حصلش اي processing نهائي. Structured العكس تماما, data that has been formatted to facilitate storage, use and information generation. Semi-structured has already been processed to some extent. XML Extensible Markup Language هي meta language used to represent and manipulate data elements. كويس, اشهر حاجة ليه documents. حلو, وبالمناسبة اغلب ال configuration files اللي بتستخدم في البرامج بتكون XML. كويس, بستور ال configuration بتاعتي في XML. اللي اشتغل دوت نت تحديدا بسيف مثلا ال connection string بتاع ال database في حاجة شبه ال XML file يعني. طيب نلخص كده اللي اخدناه, نغير كده ونشوف تيبل حلو. الانواع الداتابيز دول اشهر برودكتس عندي, مايكروسوفت اكسس, مايكروسوفت سيكوال سيرفر, اي بي ام دي بي 2, دي بي اسم انجن محترم جدا بس مش مشهور قوي في الماركت على الاقل بالنسبه اللي شفته يعني, ماي سيكوال, واوراكل ريليشنال ار دي بي ام اس اللي هي ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم. اوجه المقارنه هنا النمبر اوف يوزرز, سنجل ولا مالتي يوزر, الداتا لوكيشن سنترلايزد ولا ديستريبيوتد, الداتا يوسج اوبريشنال ولا اناليتيكال, والسبورت اكس ام ال ولا. مش هطول عليك, الاربعه اللي تحت الكبار سيكوال سيرفر والدي بي 2 والماي سيكوال والاوراكل, لان دول انتربرايز اصلا فبيسبورت كل حاجه. كويس, بيسبورت السنجل ورك جروب انتر كله هتلاقي الاكسات في كل مكان. اللي جنبه هنا استرسك ده معناه ان الفيندور اللي هو فيندور يعني المورد اللي هو مايكروسوفت او اي بي ام او اوراكل, على فكره ماي سيكول تبع اوراكل برضو, الفيندور بيقدم اوفرز سنجل يوزر او بيرسونال اكسبريس اديشن. يعني ايه اديشن؟ اقدر اعمله انستول عندي على الماشين بتاعتي. كويس, وكونكت انا عليه لوحدي كديفلوبر, اتست عليه الابلكيشنز بتاعتي وبيلد عليه وكلام من ده. فسيكوال سيرفر ودي بي 2 واوراكل ليهم اكسبريس, ماي سيكوال ملوش اكسبريس, هو اصلا كوميونتي اديشن, هو اصلا المفروض ان هو فري في كل حاجه يعني. اكسس بقى, اكسس ده يعني حقه مهضوم شويه بصراحه. انا شايف ان هو تول مناسبه جدا في تعليم الداتابيس, ما هياش وحشه. حلو, الناس يعني اقول ايه, ما بتقتنعش بيه قوي في الايديوكيشن حتى على الاقل, فبيفتروا عليه جامد. ما هو فيه فيتشرز رهيبه جدا يعني, هو بيسبورت, هو مش فور برودكشن خالص, بس بيسبورت الفورمز والريبورتس وكل حاجه تقريبا محتاجينها في الايه في التعليم يعني. المهم ان الاكسس هو سنجل يوزر بيشتغل ورك جروب, ممكن يبقى شيرد اكسس فايل ما بين اكتر من حد جوه قسم واحد, يتحط على ورك جروب سيرفر وكونكت عليه. كويس, هو طبعا سنترلايزد اوبريشنال, مش بيسبورت خالص الاناليتيكال ولا يمين ولا اكس ام ال. هاويفر لو انت حابب تتعلم اكسس, اتعلم الاكسس مفيد جدا جدا, بينفع في كيسز كتيره جدا جدا, واتعلمته فيها هيفيدك قوي في اللي جاي بعد كده ان شاء الله يعني. طيب نوع ما اتكلمناش عنه كتير, هو ان شاء الله جاي له محاضره لوحده او يمكن كورس كامل, ربنا ييسر على حسب ان شاء الله رب يعني تسهيل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه. السوشيال ميديا والنوسيكول. النوسيكول انا حاطط لحضرتك هنا تو لينكس لكورس هو اوت ديتد, متسجل من حوالي مش فاكر كام سنه بالظبط يعني, بس هو من فتره, من كذا سنه يعني. كويس, ده البلاي ليست بتاعته ودي السلايدز بتاعته. كويس, هو الكورس مش كورس, هو عمل ليكتشر كده حوالي ساعه ونص تقريبا, اسمها نوسيكول داتابيزز نوت جاست ا باسورد. حلو, هي اوت ديتد شويه بس ان شاء الله يكون في فيرجن منها قريب على الاقل, حتى لو مش كورس احاول ان شاء الله ابديت الفيرجن دي. المهم ان نوسيكوال داتابيزز دي عيله من الداتابيزز. كويس, ما فيهاش خالص جداول, ما فيهاش تيبلز خالص. كويس, ولا فيها اس كيو ال تقريبا خالص, نو سيكوال يعني نو اس كيو ال. حلو, ليها مميزات وليها عيوب وكلام من ده. هاويفر هي منتشره قوي بسبب السوشيال ميديا. كويس, بجنريت بقى داتا كتير قوي وببوش على السيرفرز كتير وكلام من ده. طيب ناخد بريك كده, بوست صغير ونقف مع بعض ونتكلم عن اللي شفناه من ساعتها. ايه اللي اتكلمت عنه من ساعتها لغايه دلوقتي؟ اتكلمت عنه من ساعتها لغايه دلوقتي الفرق بين الداتا والانفورميشن والشويه هيستوري كده والفايلز, وبعدين من الداتابيز مانجمنت سيستمز وتصنيف الدي بي ماسز. طيب هل الكلام في الداتابيز كله تكنيكال بس يعني, هل كله تولز وبرودكتس وكده؟ طبعا لا,
انا في الحقيقة عندي خطوة مهمة جدا جدا في الديتابيز وورلد اسمها دي بي ديزاين. ايه الدي بي ديزاين؟ الاول ايه اهمية الدي بي ديزاين؟ ديتابيز ديزاين، هسأل حضرتك سؤال، هل السبريد شيت، هل الاكسل والفايلز مش كفاية؟ بتفاجئ للأسف في بعض الأماكن اللي بنروح نعمل لها كونسلتيشن، يعني الحمد لله طبعا، ان الاقي الناس بتتكلم ان ما عندهم مشاكل كذا وكذا وكذا في الديتا و و و حلو. طيب فتلاقي الحل، واحد بيقول ايه، طب ما احنا ممكن نستخدم اكسل شيت يحل الكلام ده. في الحقيقة السؤال ده وجيه، هل اكسل شيتس والفايلز مش كفاية؟ ما هو انت لو ركزت كده عمال اقول جداول من ساعتها، الجدول اصلا شبه بتاع اكسل بالظبط. كويس، تعال نشوف ايه هي داتابيز ديزاين. الاول هي الاكتيفيتيز ذات فوكس اون ذا ديزاين، اكتيفيتيز مفيش فيها تولز خالص على فكره، يعني ممكن ورقه وقلم يكفوا. حلو، استخدمت سوفت وير مفيش مشكله، مفيش ما يمنع يعني، بس في الاصل هي ايه؟ مجموعه اكتيفيتيز بتركز ذات فوكس اون ذا ديزاين اوف ذا داتابيز ستراكشر، على تصميم الداتابيز. كويس، that will be used to store and manage end user data. يبقى حد كده هيقعد او اكتر من حد مع بعض هيقعدوا يشوفوا requirements المطلوبة في السيستم عندي، ويجيبوا ورقة وقلم كده ويقعدوا شوية activities يعملوها علشان يصمموا database structure. كام جدول بقى، والجدول شكلها عامل ازاي، وكل جوه كل جدول فيه ايه بالظبط، و و و و كلام من ده. حلو، للأسف database that meets all user requirements does not just happen. مش هصحى كده مهم الاقيها عندي، لا، لازم اخد وقت كويس في الديزاين، كأن الديزاين ده اعتبره البلاننج بتاع السيستم بتاعك. لو انت ما عملتش بلاننج الواحد هيفشل للأسف، هو السيستم هيفشل يعني، لقدر مش عايزين كده طبعا خالص. فس database design بيعرف لي الستركتشر that must be designed carefully. وعلى فكرة لو كنت جايب احسن دي بي ام اس في الدنيا واقوى دي بي ام اس في الدنيا وعندك باد دي بي ديزاين، الاحسن دي بي ام اس في الدنيا ده مش هينفع في حاجة، وهيأدي وحش جدا جدا. كأنك على سبيل المثال كأنك جايب اكبر واقوى ماشين في الدنيا كلها، كويس، وبتنفذ الجوريثم سيء جدا جدا. هتلاقي الماشين دي مالها ولا مفيدة في اي حاجة خالص، وتلاقي ماشين متكتفة كده ومخنوقة يعني. طيب ناخد اكزامبل كده لبور ديزاين في الداتابيز. ده اكزامبل لبور ديزاين الاكسل شيت. حلو، عندي هنا على سبيل المثال مؤسسة، ما المؤسسة دي فيها مجموعة من الموظفين، كويس، كل موظف منهم اخد كورس معين او اخد شهادة معين. فهنا عاملين ايه؟ قالك لا انا مش هعمل داتابيز دلوقتي، اكسل شيت يكفيني. طيب فعمل ايدي للموظف، كويس، وبعدين حط فيه اسم الموظف ده، وبعدين حط فيه الوظيفة بتاعته، كويس، التايتل بتاعه، وبعدين ايه التاريخ ما اخد الشهادة والشهادة، تاريخ ما اخد الشهادة والشهادة، تاريخ ما اخد الشهادة والشهادة. كويس، بكده عندي ايه مش فاكر كلام تاني ده ايه للأسف، معلش انا اسف. عندي هنا اي دي الموظف، هنا اسمه، هنا الوظيفة بتاعته، تاريخ ما اخد الشهادة والشهادة، تاريخ ما اخد الشهادة والشهادة، تاريخ ما اخد الشهادة والشهادة. كويس جدا، والناس ما شاء الله مبسوطة وتمام التمام وكده. طيب ملاحظات سريعة كده، أول حاجة إيه الفاضي ده؟ محدش يعرف. عارف إيه المشكلة؟ مشكلة إن الإكسل ما بيفيش فيه رول تفرض عليا أدخل فاليو معين في مكان معين. كويس؟ طيب هنا هتلاحظ إن الشهادة دي موجودة هنا مرة وهنا مرة. هنا مثلا بيزك دي بي ديزاين اهي، ودي بيزك داتابيز ديزاين. فلو انا قلت لك طلع لي الفابيتيكال ليستنج اوف امبلويز، كويس، عايز ترتيب ابجدي للموظفين، هرتبهم ازاي؟ بالفيرست نيم واللاست نيم. وقفنا، هتقول لي هدوس هنا كده، يعني هنتكلم في القصه دي ان شاء الله. طيب ولو انت دوست هنا ورتبهم، على فكره لو دوست هنا هرتب الكل بس لوحده عشان تبقى خلي بالك من الحكايه دي قوي. كويس، انا هنا عندي فايل كامل، فلو انا غلطت الغلطه دي وعملت كليك هنا هو رتب الكلام ده بس، ودول فضلوا زي ما هم. طبعا لازم بقى ايه بفلتر معين، بالفلتر من فوق واعمل سورت فرتب لي الفايل كله. طيب عايز اعد كام موظف عندي واخد السيرتيفيكت المعين، او العكس عايز اعرف السيرتيفيكت المعينه دي متاخده عندي كام مره. خدت بالك من بيزك دي بي ديزاين
وبيزك داتا بيز ديزاين هي راحت فين اهي. هل دول زي بعض ولا غير بعض؟ طيب فلو انا سالت لك كده كام سؤال هنا عن الديزاين اللي فات ده، عايز الفابيتيكال ليست اوف امبلويز بيزد اون ذير لاست نيمز. خليك هنا اللاست نيم مش فيلد لوحده كويس، هنا الايه الاسم كامل على بعضه كويس بيزد على اللاست نيم، معرفش اطلعه ده غير موضوع الكليك والقصه دي. طيب عايز اعرف عندي كام موظف سيرتيفايد في شهاده معينه، هلاقي ان عندي سبيلنج نيمز مختلفه، مره دي تابيس كامله مره دي بي، هلاقي عندي مس سبيلنج اصلا، حد كتب حاجه غلط، دي تابيس كتبها مثلا من غير بي من غير تي. حلو، هلاقي ان عندي لو انا حبيت ازود سيرتيفيكت رابعه لليوزر هعمل ايه؟ هتقولي احط كولم هنا جنبه، هقول لك اه انا عارف، بس معنى كده لازم اغير في الابلكيشن كمان اللي بيقرا دول، الابلكيشن بيقرا مين؟ دول بس، كولم رابع معناه ان غيرت في مين؟ في الابلكيشن اللي هي ايه؟ يشتغل على الفايل ده. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي انا ممكن استفيده لو انا عملت ديكومبوزيشن، لو انا كسرت قسمت الفايل ده انتو مجموعه من التيبلز. هي صغيره شويه معلش، بس ايه هنشوف ان شاء الله الكلام ده قدام اوضح. هنا عندي جدول اسمه الامبلوي، وجدول اسمه السيرتيفايد، وجدول اسمه السكيل سيرتيفيكت نفسها. فده الموظف الفيرست الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والوظيفه بتاعته كويس، وهنا السيرتيفيكت نفسها، وهنا الريليشن ما بين الموظف والسيرتيفيكت. عايزين مثلا بيزك دي بي ام اس مثلا، هنا مثلا ايه اوراكل داتابيس وماي سيكول كتو سيرتيفيكتس، هنا احمد محمد سعيد، فهنا بقى ايه ان احمد سيرتيفايد اوراكل، سعيد سيرتيفايد ماي سيكول وهكذا. طيب فاول حاجه ان انا عملت ديكومبوزيشن، يعني كسرت او قسمت السنجل فايل ده انتو 3 ديستينكت بات ريليتد تيبلز، ثلاثه جداول مختلفين منفصلين اسف عن بعض بس مرتبطين. مرتبطين ازاي؟ هتقول مرتبطين ازاي؟ هقول لك اهو الرابط اللي بينهم اهو كويس. هنا عندي اي دي الموظف واي دي الشهاده، وهنا اي دي الموظف جنب اي دي الشهاده، يقول ان في ريليشن بين مين؟ بين الموظف والشهاده. فهنا الديكومبوزيشن قسمت الفايل انتو 3 ديستينكت بات ريليتد تيبلز، نفس الداتا بالظبط اللي هنا هي اللي هنا، ما فرقتش في حاجه، ما قلتش حاجه ابدا، هي بالظبط كويس. هاويفر بقى الحلو ان هي كان بي ايزلي مانيبيوليتد، اعدلها بسهوله. لان هنا لو انا حبيت ازود شهاده جديده ولا اي حاجه، مش هغير في الاستراكشر، مش هغير في الهيكل بتاع التيبل، انا هزود انتري جديد هنا رو جديد بس، زودت 100 موظف اهو 100 ريكورد عادي جدا كويس، فلان اخد 50 شهاده عادي جدا، ما زودتش عمود جديد. الاشكال يبان امتى؟ لو زودت كولم جديد، انا هنا ما زودتش كولمز، انا هنا زودت ايه؟ انتريز او روز، روز اللي هي ار او دبليو اس كويس، وذين الايه؟ وذين التيبل بتاعي. طيب ف واقدر بقى بسهوله افيو الداتا ان ديفرنت ويز، لو رجعت كده اجاوب على الاسئله اللي فاتت ازاي جنريت مثلا ليست سورتد باللاست نيم سهله، لان اللاست نيم اصلا لوحده اهو في كولم لوحده غير الفيرست نيم. هتقول لي طب ما المفروض تعمل كده في الجدول اللي هناك، هقول لك ماشي تضيف اللاست نيم والفيرست نيم، طب بقيه الحاجات. طيب سؤال اللي عارف اس كيو ال سيكوال تشالنج، وان شاء الله في تشالنجز كتير قوي في الكورس بتاعنا وفيها معاها سوليوشنز ان شاء الله، يعني تشالنجز بتموتيفيت التعليم بتأدي حاجه كويسه ان شاء الله يعني. طيب سيكوال تشالنج بروديوس ان الفابيتيكال ليستنج اوف امبلويز باي لاست نيم، رتبهم باللاست نيم. خد كده دقيقه كده بوز الفيديو وفكر في الحل. سيلكت استريسك فروم امبلوي اوردر باي امبلوي ال نيم. الاول انا هفترض ان انت ما شفتش سيكوال قبل كده خالص، حلو ده الاس كيو ال انجليزي خالص ما شاء الله يعني. سيلكت استريسك اختار كل الكولمز كويس، مش كل الروز، خلي بالك مش كل القيم اللي عندي، اختار كل الكولمز الفيرست نيم واللاست نيم وكده. ده كولم، ده كولم اي دي فيرست نيم لاست نيم ادرس مثلا وهكذا، انما ده رو. الرو بيعبر عن موظف بعينه او 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 انتري يعني كتاب بعينه. تمام خلينا في الموظفين دلوقتي، موظف بعينه واحد مثلا اي دي واحد اسمه احمد
لاست نيم محمد بيشتغل مثلا دي بي اي كويس وهكذا. فلما اقول له سيلكت استرسك انا بقول له هات لي كل الكولمز كويس، هات لي الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي والجوب تايتل وهكذا. فروم امبلوي الجدول اسمه ايه امبلوي، عايزهم ايه؟ عايزهم اوردر باي امبلوي لاست نيم. طبعا ده هنا اسم اسم الكولم اسمه امبلوي النيم. هل لازم اسميه كده؟ لا، سميه اصلا لاست نيم على طول لو انت عايز. المهم اللي هتسميه وانت بتعمل التيبل هو اللي تستخدمه وانت بتكتب وانت بتران مين الاس كيو ال. طبعا هنا هيجيب لك كل الموظفين برضو كل الروز، لان ما قلتلوش كونديشنز، مفيش كونديشنز خالص، ما قلتلوش مثلا الاي دي بتاعه اكبر من كذا او الاي دي بتاعه بيساوي كذا، فهيجيب لي كل الكولمز لكل مين الامبلويز. لو انت ما بتعرفش اس كيو ال ما تقلقش، الموضوع سهل جدا ان شاء الله، وجاي محاضرات كتير قوي في الاس كيو ال ان شاء الله عملي ونظري ان شاء الله تعالى. طيب شويه ديفينيشنز كده بسرعه، بسم الله. دي بي ديزاين ذا بروسيس ذات ييلدز اللي بينتج عنها ذا ديسكريبشن اوف ذا داتا بيز ستراكشر اند ديترماينز ذا دي بي كومبوننتس. هي المرحله الثانيه من دي بي لايف سايكل، في مرحله قبلها هتكلم عنهم ان شاء الله اكيد قدام ان شاء الله تعالى. طيب من الجداول دي هل اقدر اعرف عندي كام واحد سيرتيفايد في السيرتيفيكت دي؟ نبوز كده دقيقه، سهله ان شاء الله. هقول له سيلكت كاونت، كاونت دي اجريجيت فانكشن هنعرفها ان شاء الله قدام، بتجيب لي عدد الروز اللي راجع لي. سيلكت كاونت اوف استرسك فروم سكيل جوين سيرتيفايد. انا الاول انا عندي السكيل وعندي السيرتيفايد، مش هم عندي الموظفين، انا عندي كان عندي هنا كده جدول المهارات او السيرتيفيكتس، وهنا الجدول اللي بيربط الايه الموظفين مع السيرتيفيكتس. فانا عايز اجوين السيرتيفيكت دي مع الجدول المشترك ده. ليه عايز اجوين الاثنين مع بعض؟ لان الجدول المشترك مفيش فيه اسم الشهاده كويس، انا عايز اجيب اسم الشهاده من هنا من الجدول بتاع السكيلز واكومبير بيه مع الجدول بتاع الريليشنز. فانا بقول له سيلكت كاونت، هات لي عدد الانتريز فروم سكيل جوين سيرتيفايد، وده حاجه اسمها ايه انر جوين، هتكلم عن جوينز ده ان شاء الله قدام كتير جدا جدا جدا، الانر والاوتر والكروس جوين والناتشرال جوين ان شاء الله. سيلكت الكاونت اوف استرسك فروم سكيل جوين سيرتيفايد اون كونديشن معين ملناش دعوه بيه وير سكيل نيم بيساوي كذا. المهم عندي انك تبدا تيست كده الاس كيو ال، تحس ان هي ايه، هي انجليزي عادي جدا مفيش فيها حاجه، هي حاجه عاديه جدا يعني. طيب سؤال، هل مضطر اغير في التيبل ستراكشر بتاعي باني ازود لما احتاج ازود فورث سكيل او فيفث سكيل او فيفث سكيل او سيكسث سكيل؟ هل اضطر ازود كولم جديد في الداتا في التيبلز؟ لا ولا حاجه خالص. طب هل هغير حاجه في الابلكيشن؟ برضو لا كويس، لان دي بي ام اس فصل تماما بقى الداتا عن مين، عن الابلكيشن وعن الاند يوزر والحاجات دي. طيب طبعا في البروبر داتا بيز ديزاين الديزاينر بيعرف كويس جدا جدا الداتا بيز اكسبكتد يوز. احد الخطوات اللي لازم نقعد نعملها كده في الداتا بيز ديزاين اني اقعد اشوف السيناريوهات اللي فيها الكويريز بترن على الداتا بيز كويس، وابدا اشوف ايه اليوزر هيريكوست ازاي، تمام، ايه الكويريز اللي بترن عندي، ايه اكتر كويريز بترن، ايه وهكذا 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 كويس. ابدا اركز على استخدام الهيستوريكال والاجريجيتد داتا، حلو، داتا مجمعه من اكتر من مكان، وعلى حسب بقى لو الداتا بيز بتاعتي سنترلايزد او سنجل يوزر بتعوز ديزاين مختلف تماما عن مين، عن الديستريبيوتد والمالتي يوزر داتا بيزز. طيب تعالى كده ناخد وقفه مع بعض ونشوف الايفولوشن بتاع الفايل سيستمز من المانيوال للاوتوميتد وصولا الى الداتا بيزز. بدانا الاول بسم الله الرحمن الرحيم بالمانيوال فايل سيستمز. المانيوال فايل سيستمز ده زمان خالص كان عندي الاورجانيزيشنز دي فيها سيستمز كده كده. الاول اي اورجانيزيشن عايزه سيستم عشان تو كيب الاي ريكوردز بتاعتها وتمانج الداتا لو هي عندها سيلز او ماركتنج او كلام من ده يعني. طيب فاي اورجانيزيشن عايزه سيستم كويس، سيستمز دي غالبا كانت مانيوال. مانيوال يعني ايه؟ كانت يدوي، ورقه وقلم ودفتر بقى حاجه اسمها الوارد والصادر ودفتر الاستاذ وقصه كده يقعد ايه يقيد فيها الانتريز كلها يعني، وفي الاخر بيجمع مثلا كل كام شهر مع بعض او كل سنه مع بعضها ويحطها جوه ايه جوه الكابينت اللي هو الدولاب او ايه بودراج حديد ده اللي اتكلمت عنه من شويه
كويس. طبعا الكلام ده كان كويس جدا زمان، كانت الداتا اصلا قليله، وكانت الانتربرايزز صغيره، وكانت الريبورتنج اصلا كان بسيط، ما كانش مطلوب مني ابدا بقى ايه تقارير مالتي ناشونال كوربوريتس وحاجات دوليه وكلام من ده يعني. حلو. المهم ان الاورجانيزيشنز كبرت والريبورتنج ريكويرمنتس مالها زادت. فايه اللي حصل؟ تحولت من المانيوال الى الكمبيوترايزد. في الكمبيوترايزد بقى مطلوب مني ان اعمل جنريت لريبورتس من المانيوال سيستمز. however reports دي كانت sophisticated، كانت معقده بالنسبه لي، فالريبورتنج ده كان صعب وكان بياخد مني وقت، كان بيديني بيبقى وقت بياخد مني وقت طويل جدا جدا يعني. كويس. ممكن اقعد اسابيع بحضر في الريبورت، فبقيت احتاج حد اسمه داتا بروسيسنج سبيشالست. دي بي سبيشالست ده هو شخص مسؤول عن developing و managing computerized file processing system. انا اتنقلت بنفس الفكر القديم، انا كان عندي فايل على ورق، فقلت خلاص سهلة، انا هاخد الفايل على ورق ده وحوله الى فايل على الكمبيوتر. كويس. والفايل على الكمبيوتر ده هبدأ اكتب له بروجرام او ابليكيشن. كويس. يبدأ البروجرام او الابليكيشن بتاعي ده يجنريت ريبورت منه. طيب تمام. فالاول اول تعريف عندي هنا اللي هو الدي بي سبيشالست، هو ذا بيرسون ريسبونسبل فور ديفلوبينج اند مانجينج ا كمبيوترايزد فايل بروسيسنج سيستم. طيب كويس جدا. فتعالى مثلا ده كده فايل حلو اهو، الكاستمر نيم والفون والادرس والزيب كود والايجنت نيم اللي هو بيبيع له السيرفيس المعينه والايجنت فون ونوع الانشورنس تايب، نوع التامين اللي هو باعه له والاماونت وهكذا. طب حلو جدا جدا. تعالى بقى نربط الكلام ده ال contents of the customer file ب terminologies جديدة في الداتا بيس. يعني ايه؟ الاول كلمة data اللي احنا عارفينها كويس جدا هي raw facts زي التليفون نمبر والبيرث ديت والكاستمر نيم وبلا بلا بلا. كويس. والديتا has little meaning الا لو حصلها organizing in a logical manner. طيب انا بتاع database، قول لي ايه فين الاسامي عندي في databases؟ هنا اول حاجه عندي الفيلد. ايه هو الفيلد؟ هو كاركتر او جروب اوف كاركترز الفابيتك، اسف الفابيتك او نيوميرك ذات هاز ا سبيسيفيك مينينج. ا فيلد هو الحد الادنى ذات از يوزد تو ديفاين اند ستور داتا. يبقى ده فيلد، السله الواحده دي فيلد، ده فيلد مجموعه كاركترز الفابيتك او نيوميرك. كويس. ذات ستورز داتا. الأول has specific meaning وto define the store data. Record هو logically connected set of one or more fields. بص كلمة logically يعني ايه؟ ده غالبا record لموظف بعينه مثلا او customer بعينه، فغالبا ده اسمه وده تليفونه وده عنوانه وده هو بالنسبة لي ده كده record على بعضه. logically related او connected set of one or more fields. ممكن يبقى ريكورد كله one field او ممكن، بس في الاغلب طبعا لا. يعني logically connected set of one or more fields that describes a person، بيوصف entity بقى، entity اللي هي حاجة في الداتابيز عندي. حلو. noun في السيستم بتاعي، noun اللي هو اسم. كويس. شخص، كورس، موظف، وهكذا. person، place or thing. for example the fields، الفيلدز اللي بتكون ريكورد for a customer ممكن تتكون من customer name وadress و الفايل بقى ده كله بعض اسمه فايل. يبقى ده field، ده record، ده كله فايل. الفايل هو collection of related records، records مرتبطة مع بعضها. for example file might contain data about students. ممكن يبقى عندي جدول فايل ملف اسمه الايه الطلاب وملف اسمه معرفش ايه وهكذا. طيب طبعا الابلاي احنا عملنا ابلاي already وانا بنشرح، فايه ده تشالنج محلول يعني. طيب اللي حصل في الفايلز ان الناس انبسطت جدا من الفايل والكمبيوتر ابلكيشنز اللي بتاكسس على الفايلز دي. كويس. وبداوا بقى ايه البي سيز انتشرت جدا جدا والاكسل شيتس بقت منتشره قوي، وكل حد بقى عايز اكسس الداتا بتاعته بيرسونالي. تمام. فكل حد عايز يستخدم سيمبل تولز تو اكسس الداتا. بقى عندي فايلز افريوير. هل ده الصح؟ هل ده الحل؟
تعال اول كده نشوف تعريفات سريعه. الفيلد هو كاركتر اور جروب اوف كاركترز الفابيتك اور نيوميريك ذات هاز ا سبيسيفيك مينينج. ا فيلد از يوزد تو ديفاين اند ستور داتا. ريكورد ا لوجيكلي كونكتد سيت اوف وان اور مور فيلدز ديسكرايبس ا بيرسون بليس اور ا ثينج. فايل كولكشن اوف ريليتد ريكوردز اكزامبل ايه مجموعه من الريكوردز. طيب خلاص الناس مقتنعه ببساطه شديده ان اكسل شيت بيكفي وبيأدي الغرض، وبقى عندي على كل جهاز اكسل شيت تمام باكسس عليه الداتا بتاعتي وكلام من ده. طيب ايه المشكله؟ عندنا سيكشن كامل البروبلمز بتاعت الفايل سيستم. ايه المشكله؟ الفايل سيستمز اكيد الكمبيوترايزد احسن من المانيوال، مفيش فيها كلام، واشتغلت اوفر 2 ديكيدز 20 سنه ممتازه جدا جدا. however لازم كده مع بعض ناخد كده فتره جزء في المحاضره دي ان شاء الله نفهم فيه الشورت كامينجز القصور اللي كان في الفايل سيستمز علشان نعرف ايه اللي خلى الناس اصلا تحتاج الداتابيزز وتبني دي بي ام اسز. وخلي بالك ان احنا لو ما فهمناش المشاكل اللي حصلت قبل كده ممكن نكررها تاني للاسف. كويس، فانا محتاج افهم اللي حصل ايه كويس جدا جدا. كويس، لان failure to understand such problems is likely في الاغلب تليد هيقود ان احنا to their duplication، نفس مشاكل بالظبط. كويس، وخلي بالك مع ان databases و DBMSs المفروض ان هي بتساعدني بسهولة to avoid the challenges و the problems، الا اني لو مش فاهم انا بعمل ايه ممكن اغلط برضو. كويس، وخلي بالك حط كده رول مهمة جدا، DBMSs نفسها في حد ذاتها كده لوحدها are no gain over file systems. الدي بي ام اسز لوحدها مش مكسب عن الفايل سيستمز، بالعكس. على فكره دي بي ام اسز اصلا ات ات كور في الهارت بتاعها بتستخدم مين؟ فايلز اصلا، فايل سيستمز. طيب تعال نشوف الاول ليه الفايل سيستمز كان فيها مشكله. تعال كده نتكلم باختصار شديد عن السيناريو بتاع الكمبيوترايزد فايل سيستمز والديتا بروسيسنج سبيشالست كان بيعمل ايه. انا فاكر وانا قلت انا يعني وانا طالب في الكليه اخدت فايل اورجانيزيشن، دي كانت ماده عندنا، هي اتلغت دلوقتي اعتقد، مش اعتقد، اتلغت اكيد يعني. كويس، وكنا بناخد فيها لغه اسمها بيزك، مش فيجوال بيزك ولا كيو بيزك، كان بيزك. بيزك دي بروسيجرال بروجرامينج لانجويج، سطر لاين باي لاين، كل رقم كل لاين كده له رقم. كويس، ورقم مثلا 10 20 30 40 50 حلو، وابدا في اللاين الفلاني اقول له ايه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. كويس، بعدين اقول له جو تو مثلا لاين نمبر كذا. فالمهم كنا بنعمل ابلكيشن كده معروف قوي بتاع الموظفين ده مثلا او الطلاب، خلينا في الطلاب. فانا عايز عندي عايز اخزن الطلاب في الفايل عندي، فكنت بحط الطلاب في حاجه اسمها كوما سيبريتد فاليو فايل سي اس في فايل. كويس، هو افتح كده نوت باد واكتب فيه بيانات الطلاب بكوما، يعني فيرست نيم كوما لاست نيم كوما مثلا اي دي كوما الكورس الاولاني كوما الثاني كوما الثالث كوما الرابع كوما. فلو عايز اخزن درجات الطالب السنه دي كنت بكتب مثلا اسم الطالب الاي دي كوما فيرست نيم كوما لاست نيم كوما الماده الاولى كوما الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، وابدا اكتب بقى في خطوط البرنامج. اروح بقى ايه اعمل بقى اقرا السطر الاولاني واقسم بقى الكوماز دي انتو فاريبلز، بعدين بقى اجمع معرفش ايه وكلام من ده. الكلام ده كان فيه مشاكل رهيبه. اول حاجه كان لينثي ديفلوبمنت تايمز، تاسك صغيره قوي ان اقرا الفايل كويس تاخد مني وقت طويل. هنشوف ان شاء الله في البايثون نبريد الفايل ان شاء الله تعالى في تلت سطر يعني او اقل من كده ما شاء الله. كويس تمام، اي مثلا اي اف انبوت فايل مثلا يعني اي اف بيساوي ريد افتح قوس اسم الفايل. كويس، قريت الفايل كله بقى عندي اصلا لودد في ميموري دلوقتي تمام. عايز بقى لوب عليه بقى لاين باي لاين، عايز بقى تسبليت الفايل وهكذا. نشوف كده ان شاء الله مع بعض يعني، مش قوي مش فايل سيستم، هي مش فايل ستراكشر يعني، بس ايه هنشوف حاجات زي كده ان شاء الله. كويس، طيب الحاجه الثانيه difficulty of getting quick answer، زي ما قلت لك من شويه الاد هوك كويريز مش سبورتد اصلا. عشان ارن عشان اجيب ريزلت معينه لازم اخلي الدي اس بي داتا سبيشالست بروجرامر ده يكتب ابلكيشن للكويري دي. كويس، وبعدين بقى كل ما عايز اجيب النتائج ارن الايه الابلكيشن ده تاني. الحاجه الثالثه كومبلكس سيستم ادمنستريشن، كلمه سيستم ادمنستريشن دي هي مجموعه من التاسكس كويس المسؤوله تو مينتين سيستم بيرفورمانس، منها مثلا السكيورتي. حلو، فانا دلوقتي عندي اكتر من فايل، عندي فايل. طب السؤال الفايل ده محتاجه في اكتر من مكان صح؟
طيب هكرره، كررته معناه زودت احتمالية ان هو يحصل له ايه اصلا، security problems، صح؟ طيب بعد ما مكررتوش يبقى محتاج ان انا امانج ازاي اكسس فايل واحد. خلي هو فايل واحد، والفايل سيستم بيعاني اصلا في قصه المالتي اكسس دي. انت لو عندك فايل واحد، عندك فايل وورد على اللابتوب بتاعك كويس، افتحه كده باتنين وورد ابلكيشنز غير بعض، يعني افتحه بنسخه وورد افتحها واوبن الفايل، وافتح بالوورد التاني. الوورد ان هو ذكي سمارت انف او بروجرامد تو بي سمارت انف، يعني هيديتكت الدوبليكيت في الاوبننج ده. حلو، جرب بقى كده بالنوت باد، بقت مأساة. وحاجة بقى هتمسح مكان حاجة تانية، وحاجة هتجيب من الكاش، وحاجة هتكتب في البفر، وحاجة هتبقى ايه، قصة رهيبة يعني. فالفايلز ليميتد اصلا، يعني الفايلز كده في حد ذاتها ليميتد جدا. طيب فمن سكيورتي داتا شيرنج ما ليميتد اكستنسيف بروجرامنج، انا بقى عمال اكتب ايه، كود يقرا بقى تاب تاب، عمال ايه، او كوما كوما، يفرق بينهم من بعض يعني. حلو، التشالنجز دي خلت عندي مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة اسمها structural and data dependence، مشكلة الاعتمادية على ال structure وعلى ال data. تعال كده مع بعض نشوف الأول ايه ال problems، أو هي منها يعني اللي هي منها ال problem اللي كانت عنها من شوية دي، ايه ال problems الرئيسية اللي نتجت عن ال file system data processing. هما تلاتة كويس، أول واحدة ال structural and data dependence، التانية ال data redundancy، التالتة ال data anomalies. يبقى تلاتة problems اللي هما ايه، structural and data dependence، data redundancy، data anomalies. تعالى كده واحدة واحدة بالراحة. structural and data dependence، بالعربي الاول باختصار شديد، ان ال structure وال data بتوعي بيأثروا تأثير مباشر على ال applications اللي بتشتغل على الفايل كويس. فبقى الابليكيشن بتاعي معتمد على الفايل مباشرة، بقى ديبندنت عليه. فأي تغيير في الفايل لازم اغير قصاده كمان مين، الابليكيشن اللي شغال، ودي مشكلة كبيرة طبعا. اللي يبقى تاني كده بقى بالانجلش بقى، الفايل يعني اللي هو سيمي انجلش بتاعنا ده، الفايل سيستم حلو exhibits structural dependence. يعني ايه الفايل سيستم بيعاني من طبعا دي مش بيوعاني خالص يعني، بس ما تمشي كده بالمعنى كويس ان شاء الله. structural dependence يعني ال access to a file is dependent on its structure. طريقة ما باكسس الفايل عندي معتمد على مين، على المبنى بتاعه، ال structure بتاعه. فبالتالي adding او removing new items to a file معناها ان هيتطلب change to the whole file and the program. زي ما قلت كده، لو انا غيرت حاجة في الفايل هغير في مين، في البرنامج كامل كويس. ده مش في مش في مش مش ايتم جديد بس، لو انا غيرت في نوع ال في نوع الداتا من انتجر لديسيمال هضطر اغير في مين، في البروجرام كويس. الاستراكشرال اندبندنس طبعا ده الحلو، هنا في الحاله دي الاندبندنس هو الحلو عكس الانكونسستنسي لو تفتكر كويس، مش عايز اخبطك دلوقتي معلش. الاستراكشرال اندبندنس ان وي كان تشينج ذا فايل ستراكشر ويزاوت افكتنج ذا ابلكيشنز ابيليتي تو اكسس الداتا. انا عايز اوصل لايه، عايز اوصل للستراكشرال اندبندنس. حلو، ان تبقى الابلكيشنز بتاعتي غير معتمده على ستراكشر الفايل كويس، ان انا اقدر اغير في الفايل ستراكشر من غير ما اثر على مين، على الابلكيشن. طيب الدي بي ام اس عملت كده الحمد لله، عملت كده ازاي، بانها فرقت ما بين اللوجيكال داتا والفيزيكال داتا. قدمت لي حاجة اسمها logical data how the humans view the data كويس، والphysical data الphysical storage how the computer sees the data أو must work with the data. يبقى الphysical storage دي الفايلز، الابليكيشن مش شايفها أصلا، الابليكيشن شايف logical data format. فأنا مهما غيرت في الphysical مش مهم، لأن عندي mapping ما بين logical والphysical كويس. فالمابنج ده بيسمح ان انا اغير في الفيزيكال من غير ما اثر على مين، على اللوجيكال. وبما ان اللوجيكال ما تاثرش، الابلكيشن ماله ما تاثرش بالتبعيه. طب غيرت في اللوجيكال هضطر اغير في الابلكيشن كويس، بس الكلام ده ليميتد، مش على طول، مش اي تغيير هيغير في اللوجيكال كويس. في تغيير زي كتيره هتغير فين، في الفيزيكال، والفيزيكال ده هيماب على مين، على اللوجيكال، واللوجيكال ماله هيبقى ثابت بالنسبه للابلكيشن. فكاني عملت لاير عازله كده ما بين الابلكيشن والفيزيكال ديتا، اسمها اللوجيكال
data. طيب المشكلة التانية data redundancy. ال data redundancy افترض معايا دلوقتي ان الداتا عندي مكررة في اكتر من قسم، او ان انا عايز اوفر الداتا لاكتر من يوزر، فبالتالي هكررها على اكتر من سيرفر. تمام. طيب اتكررت، اولا بقت vulnerable to security breaches، ممكن تسهل جدا ان ايه تخترق من مكان واحد، لان لو انا وسعت الدايرة، دايرة الاتاحة، وسعت خطورة الاختراق او سهولة الاختراق يعني. كويس. الحاجة التانية ان تخزين نفس الداتا في اكتر من مكان، storage of the same basic data in different locations، بيؤدي لمشكله اسمها islands of information، جزر المعلومات. ايه جزر المعلومات دي؟ scattered data locations. المشكله ان لو انا عملت update في فايل منهم، هل بقيه الفايلز حصل لها update؟ الاجابه ما اضمنش. عندي نسخة مثلا الكاستمرز موجودة في أربع أماكن، غيرت في مكان واحد منهم، طب الثلاثة الباقيين حصل فيهم إيه؟ معرفش. طب معنى كده إن الداتا ريدندنسي ده ممكن يؤدي إلى مشكلة تانية خالص. كويس. إن الداتا أولا تبقى less secure. كويس. وإلى الـ islands of information، ويؤدي بقى الموضوع قلناه من شوية اسمه إيه؟ data inconsistency. كويس. طيب الاول ايه الداتا ريدندنسي؟ exists when the same data is stored unnecessarily in different places. سؤال ديبيت argument يعني ايه جدال كده، هل الداتا ريدندنسي في حد ذاته مشكله؟ خد كده ثانيتين كده وفكر، هل الداتا ريدندنسي في حد ذاته مشكله؟ الاجابه لا. ليه؟ لان بالعكس، على فكره انا ان شاء الله هتكلم برضو في دي بي ام اس قدام ان الريدندنسي مطلوب. بالعكس الريدندنسي اصلا بيزود الافيلابيليتي، لان الداتا اللي موجوده في اكتر من مكان ممكن بسنجل ريكوست للمكان ده يجيب لي ريزلت، فانا اقدر كده اريسبوند. لو كل ريبليكا منهم بترد على 1000 واحد، بدل ما يبقى عندي ريبليكا واحده بترد على 1000 واحد، يبقى عندي 4 يردوا على 4000 واحد، 5 5000 واحد، 100 100000 واحد. كويس. المشكله عندي مش في الريدندنسي، المشكله عندي في الانكنترولد داتا ريدندنسي. يعني ايه انكنترولد؟ الانكنترولد داتا ريدندنسي معناها ان عندي ريدندنسي غير متحكم فيه، غير منظم، فده يؤدي الى مشاكل. مشاكل بقى زي ايه؟ السكيورتي، مشاكل زي الداتا انكونسيستنسي، ان يحصل بقى عندي اكتر من فيرجن لنفس الداتا في اكتر من مكان. مشاكل داتا انتري ايرورز، ان عدلت في مكان والمكان ده دخلت فيه داتا غلط، ما اتعدتش في مكان تاني. او داتا انتجريتي، كلمه داتا انتجريتي معناها اني ادخل داتا نون اكزيستنج، ادخل موظف اصلا مش موجود، اتمسح من عندي ومشي، او هو اصلا مش موجود اصلا في الاساس. كويس. او مانجرز او هكذا. فالاشكال عندي مش في الداتا ريدندنسي نفسها، الاشكال عندي في الانكنترول داتا ايه ريدندنسي. طيب يعني ايه كلمة data integrity؟ كلمة data integrity معناها data that displays data inconsistency. يعني ايه ان شاء الله؟ كمان فسر الماء بالماء. كويس؟ دي حكمة كده عربية معروفة ملاش دعوة بيها. data inconsistency عارفينها، ان الداتا موجودة في اكتر من مكان. كويس؟ بقيم مختلفة في كل مكان، او باكتر من قيمة يعني. الداتا انتجريتي، خلينا اول نقول ان الداتا انتجريتي هو كونديشن، هو شرط او مجموعه من الشروط. كويس. ان تكون الداتا اللي عندي في السيستم متوافقه او مظبوطه مع الريال وورلد ايفنتس اند كونديشنز. تاني الحته دي مهمه قوي. داتا انتجريتي التعريف اول رقم 2، داتا انتجريتي از ديفايند از ذا كونديشن، هو شرط او مجموعه من الشروط طبعا، in which all of the data in the database is consistent with the real world events and conditions. يعني ايه؟ انا عندي النهارده شركه دي فيها 100 موظف شغال. كويس. فالديتا بتاعتي الديتا انتجريتي معناها ان وقت ما اطلب كويري تعد عدد الموظفين اللي عندي يطلعوا 100، ما يطلعش فيه موظف مشي من عندي واسمه لسه موجود فيطلع مثلا 101 او 102، او موظف اتعين جديد خلاص بس اسمه لسه ما نزلش على السيستم. فالديتا انتجريتي هي مجموعه الشروط
اللي بتضمن لي ان الداتا بتاعتي ان يعني في حالة consistent state. فعشان كده في ارتباط بين الداتا انتجريتي والداتا ايه consistency. فالداتا انتجريتي هي بتضمن لي ان الداتا تكون ان في يعني consistent state، والداتا inconsistency معناها اني خرقت او بوظت الداتا انتجريتي. كويس، فتبقى الداتا انتجريتي معناها الداتا از اكيوريت، الداتا دقيقه جدا جدا جدا، مفيش داتا انكونسيستنسيز، والداتا از فيريفايبل، داتا ويل اولويز ييلد، هترجع لي كونسيستنت ريزلتس. طيب المشكله، يبقى دي المشكله الاولى كانت الاستراكشر اند داتا اند داتا ديبندنس. المشكله الثانيه داتا ريدندنسي. المشكله الثالثه داتا انوماليز. داتا انومالي معناها ايه باختصار شديد؟ معناها ان not all the required changes in the redundant data are made successfully. يعني مش كل التغييرات حصلت في كل نسخ الداتا في كل الاماكن بنجاح. يبقى تاني change should happen in one place، المفروض التغيير يحصل في مكان واحد، ده الاصل ان يعني الداتا عندي موجودة في مكان واحد او انا غير في مكان واحد. ولو الداتا replicated او redundant متكررة، معناها ان المفروض بقى طبعا في حال دي بي ام اس هو بيعمل الكلام ده، ان الدي بي ام اس بيعمل ايه؟ بيكرر التغيير ده في كل الاماكن. انا ماليش دعوه كيوزر او كابلكيشن، مين مسؤول عن الكلام ده؟ الدي بي ام اس اللي هو عامل كنترول على التكرار. لان طبعا في الفايل سيستم الكلام ده مش موجود، في الفايل سيستم ده انكنترولد ريدندنسي. فبالتالي تشينج ان وان بليس مش هيوصل في بليس تاني اصلا. data anomaly develops when not all of the required changes in the redundant data made successful. يعني ايه؟ يعني انت انا عندي تكرار، فحصل ان عندي ابديت انومالي. يعني ايه ابديت انومالي؟ عملت ابديت لريكورد في مكان ما، الابديت ده ما سمعش في الاماكن التانية. على سبيل المثال ايتم ببيعه كان بيدعم مثلا ب10 بقى ب15. كويس، لو انا عندي كلاينت بابليكيشن كونكتد على النسخه دي هجيب السعر كام؟ 15. طب نسخه تانية ما وصلهاش الابديت هيجيبه ب10. ده اسمه ابديت انومالي. طبعا ده في اخطر من كده بكتير، الانسرشن انومالي. انسرشن انومالي معناه ان عملت انسرت الايتم في مكان ما سمعتش في اماكن تانية زي الموظفين كده، فجبت هنا عدد الموظفين عندي في مكان يطلع 100، كانت يطلع كام؟ 99، كانت يطلع مثلا 95. الديليشن بقى ان كان عندي ايتم وبطلت ابيعه، كويس، ما عادش اصلا موجود عندي في المخازن خالص، و الديليت ما سمعتش في مكان تالت. في المكان الثالث ده راح حد لقيت بيتباع فعمل اوردر واشتراه، بتاني مسؤول بان انا اوصله بالاوردر باي حل او ان انا احل المشكله دي بطريقه ما. يعني طيب نريفيو كده مع بعض بسرعه شويه ديفينيشنز. استراكشرال ديبندنس داتا كاركترستيك. استراكشرال ديبندنس هي داتا كاركترستيك ان ويتش ا تشينج ان ذا داتا بيز سكيما افكتس داتا اكسس thus requiring a change in all access programs. data characteristic خاصية للداتا، data characteristic in which a change in the database schema affects data access thus requiring changes in all access programs. structural independence data characteristic in which changes in the database schema do not affect data access. يبقى الchange مش بيأثر على مين؟ على data access. data type defines the kind of values that can be used or stored, also used in programming languages and database systems to determine the operations that can be applied to such data. يبقى الاول هو data type بيعرف لي نوع الداتا اللي متخزنه عندي، كويس، والoperations اللي بتتم عليها، حاجه كده شبه OOP يعني. طيب data dependence data condition in which data representation and manipulation are dependent on the physical data storage characteristic. الداتا اندبندنس a condition in which data access is unaffected by changes in the physical data storage characteristics. logical data format the way a person views data within the context of a problem domain. خلي بالك اللوجيكال داتا فورمات ده والفيزيكال داتا فورمات دول حلوا مشكله الايه؟ الاستراكشرال اند داتا ديبندنس. تاني logical data format the way a person views data within the context of a problem domain. الphysical data format the way a computer sees or stores data. islands of information in the old field system environment. pools of independent pools pool اللي هو
البول يعني انا اسف pool of independent often duplicated and inconsistent data created and managed by different department. Data redundancy exists when the same data is stored unnecessarily at different places. Data integrity in a relational database, a condition in which the data in the database compiles with all entity and referential integrity constraints. Stop. يعني ايه referential integrity constraints؟ خلاص ماشي، انا عارفين كويس جدا الريليشنال داتا بيز هو الداتا انتجريتي هو شرط او مجموعه شروط ان ويتش داتا ان ذا داتا بيز متوافقه مع الانتيتي مع الامر الواقع. طب ريفرنشال انتجريتي يعني ايه؟ عندي كده ان شاء الله هناخدها في الـ في الـ في الموديلنج قدام، كويس، مش في المودلز، في الموديلنج، في الداتا بيز موديلنج قدام ان شاء الله حاجه اسمها الريفرنشال انتجريتي. ان لو انا عندي جدول مرتبط بجدول تاني، انا على سبيل المثال عندي مثلا كاستمر او عندي امبلوي وله مجموعه كاستمرز، والامبلوي ده مشي من عندي، فالكاستمرز اللي هو كان مرتبط بيهم دول لازم حد تاني غيره يمسك مكانهم. فلو انا عملت ابديت في جدول الامبلوي لبيانات الامبلوي ده، يعني بالاي دي، بالاي دي اديت الاي دي للامبلوي جديد، حاجه اسمها كاسكيد ابديت. كاسكيد ابديت يعني ايه؟ خلي الابديت ده يسمع في الجداول المرتبطه بالايه، بالجدول ده، في كاسكيد ديليت. لو انا عملت مثلا واكزامبل مش منطقي بس اكزامبل بيشرح الموضوع ده مظبوط يعني ان شاء الله تعالى، طبعا بفضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. لو انا عندي جدول فيه الاوردرز وكل اوردر له مجموعه ايتمز، كويس، فانا عندي ايتم في جدول بقى الايتمز بطلت ابيعه، عملت له ديليت. فانا عندي حاجه اسمها كاسكيد ديليت. كاسكيد ديليت دي معناها لو عملت ديليت للايتم هيروح يديليت كل الاوردرز اللي جواها الايتم ده. حلو. في داتا انتجريتي ان ان ا ريليشنال داتابيز ا كونديشن ان ويتش ذا داتا ان ذا داتابيز كومبايلز وذ اول انتيتي اند ريفرنشال انتجريتي كونسترينز. داتا انومالي ا داتا ابنورماليتي ان ويتش انكونسيستنت تشينجز هاف بين ميد تو ا داتابيز. For example, an employee moves but the address change is not corrected in all files in the database. طيب database systems، تعال بقى نقارن بين الفايل سيستم والداتابيس سيستمز. خلاص ماشي، اختراع الفايل سيستمز خلاص وحشه، بتعاني من الاستراكشرال ديبندنس والداتا ديبندنس والانوماليز والريدندنسي ومفيش فيها شيرنج ولا سيكيورتي، سيئه 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 جدا جدا جدا. خلاص اقتنعنا، خلاص كويس. طيب ايه الحل؟ فخلاص قلنا ان الفايل سيستم consists of many separated unrelated data files. database بقى عكسها تماما، database system consists of logically related data. يبقى هي logically مرتبطه مع بعضها، logically related data stored in a single logical data repository. stop. logically related data مظبوط، كويس، الموظفين مع الطلبة مع الدكاترة مع المواد مع المدرجات مع الجداول دي كلية ماشي. stored in a single logical data repository. single data repository decentralized database عارفينها، بس هنا في كلمة كده جديدة single logical data repository. يعني ايه؟ يعني from the user point of view هي stored في مكان واحد. هل physically هي شرط في مكان واحد؟ طبعا لا. The logical label هنا في المكان ده reflects the fact that the data repository appears to be a single unit to the end user. حتى لو الداتا might be physically distributed متوزعة among multiple storage facilities and locations. طيب database systems ساعدتني اتخلص من الداتا انكونسستنسي، من الداتا انومالي، من الداتا ديبندنس، من الاستراكشرال ديبندنس. طيب ده مش كده وبس، ده بتخزن دلوقتي الدي بي ام اس ستورز نوت اونلي ذا داتا ستراكشر بات ريليشن شيبس بتوين الاستراكشرز دي، لأ الجداول يعني الاستراكشر دي اللي هي الجداول في حته الريليشنال داتا بيزز، كويس. فانا مش بستور بس الاستراكشرز، انا بستور كمان مين؟ الريليشنز اللي بين الاستراكشرز وبعضها والاكسس باثز، مجموعة الاوبريشنز اللي ممكن تتم على الاستراكشرز دي وهكذا، كويس. الكلام ده كله فين؟ ان ا سنجل لوكيشن. طيب ممتاز، فبالتالي تحولت من ان كل ديبارتمنت عنده مجموعة الفايلز بتاعته اللي قد تكون متكررة اصلا
ما بين هنا وما بين هنا الى سنتراليزد سوفت وير كويس بيوفر لي انتجريتد اند سنجل فيو للديتا. حلو جدا جدا. طب الحمد لله وشكر لله. ايه بقى هي الدي بي سيستمز انفايرمنت؟ يعني خلاص انا خلاص اقتنعت اني محتاج داتا بيس عندي في المؤسسه بتاعتي ولازم ايه استخدمه، مش هستعمل اكسل شيت تاني خلاص. عايز اعمل ايه؟ الداتا بيس سيستم بيتكون من 5 حاجات. الداتا بيس سيستم هو اورجانيزيشن اوف كومبوننتس ذات ديفاين اند ريجوليت ذا كولكشن ستورج مانجمنت اند اليوز اوف داتا وذين ا داتا بيس انفايرمنت. From a general management point of view, database system بيتكون من 5 حاجات. على فكرة هتلاحظ ان IIS بيكون من الحاجات دي لو تاخد بالك، يعني في مقدمة نظم المعلومات كويس. Hardware, software, people, procedures and data. الكومبوننت الاولاني الهاردوير. الهاردوير refers to all of the system's physical devices. اي فيزيكال ديفايس عندي في السيستم هو حاجه في الهاردوير. وبالمناسبه دي حته او ده فيلد ما كنتش سبحان الله منتبه ليه وانا طالب خالص يعني كويس، لكن هو فيلد مهم جدا جدا. الداتا سنترز والديزاين اوف داتا سنترز، وفي حاجه اسمها سيستمز انجينير، دي شغلانه وشغلانه ما شاء الله مهمه جدا جدا يعني. فاخواننا سيستمز انجينيرز هم ناس شاطرين جدا جدا في الديفايسز وفي السيرفرز، وهنعرف ان شاء الله قدام ان السيرفرز والديفايسز مش مجرد بس البي سي اللي هو سيرفر يعني. يعني الاول تعال كده نشوفهم في الليست. اول نوع عندنا من الهاردوير اللي هو الكمبيوترز، سواء بقى بي سي تابلت ورك ستيشن سيرفرز سوبر كمبيوترز. في حاجات تانية في الستورج ديفايسز، في ديفايسز كده مخصوص هي سيرفرز مخصوصه للستورج، حاجه اي ام سي اسمها في ان اكس مثلا كويس. وهكذا اتش بي طبعا عندها حاجات برضو، اي بي ام عندها حاجات، اوراكل عندها حاجات كويس. سيرفرز جاهزه بتتشرى وكاستمايزبل بقى، وليها اوبريتنج سيستمز مخصوص كاستمايزد للموضوع الاستورج وكلام من ده. فالكمبيوترز الاستورج ديفايسز البرينترز نتورك ديفايسز بانواعها بقى الهابز والسويتشز والراوترز ايثرنت فايبر اوبتكس وات ايفر واذر ديفايسز بقى. لو انا عندي سيستم بتاعي ده مثلا بتاع بنوك، فانا من اول الاي تي ام معايا كويس، الاي دي ريدرز معايا اند سو اون. بعد الهاردوير بيجي السوفت وير طبعا، وعندي 3 انواع مختلفه من السوفت وير. السوفت وير الاولاني اللي هو الاوبريتنج سيستمز، وده مهم جدا جدا، مانجز اول هاردوير كومبوننتس اند ميكس ات بوسيبل فور اول اذر سوفت وير تو ران اون ذا كمبيوترز. هو سوفت وير وظيفته الرئيسيه ان هو بيمانج الهاردوير اللي تحته، بيوفر انفايرمنت الابلكيشنز اللي بتشتغل فوقه ان هي تاكسس الريسورسز برضه شيرد ريسورسز وهكذا. والنوع الثاني اللي هو دي بي ام اس سوفت وير اللي هو بنتكلم عنه من تقريبا من نص المحاضره كده، واللي له مجموعه وظائف كبيره جدا. النوع الثالث اللي يهمني بقى دلوقتي قوي الابلكيشن بروجرامز اند يوتيليتي سوفت وير. الابلكيشن بروجرامز ار يوزد تو اكسس اند مانيبيوليت الداتا ان ذا دي بي ام اس. هي سوفت وير او هي ابلكيشنز، هو كود حد ما بيكتبه سوفت وير ديفلوبر غير خالص اللي كاتب الدي بي ام اس. هو حد بيكتب السوفت وير ابلكيشن بروجرام ده وبيستخدم الدي بي ام اس بيكونكت عليه ويستفيد منه. يعني انا على سبيل المثال اعمل سايت مثلا، السايت ده بالبايثون فده ويب ابلكيشن، قد يكون ديسكتوب بالبايثون برضو كويس، بستخدم الكونكتور بتاع اللي بيوفره الدي بي ام اس ليا للغات البايثون، وكونكت على الدي بي ام اس ده وريكوست بقى عامل اكول امانيبوليت داتا وجينيريت ريبورتس وكلام من ده. فهو موست كومنلي يوزد تو اكسس داتا وذين ذا داتابيز، بنعمل ايه جينيريت ريبورتس تابيوليشنز اند اذر انفورميشن تو فاسيليتيت ديسيجن ميكينج. النوع الثاني في او النوع الثاني في الصنف الثالث ده اللي هو اليوتيليتي سوفت وير، دي يوتيليتيز بتبقى برامج ملحقه بالدي بي ام اس. مش شرط كل دي بي ام اس يكون عندها الحاجات دي، هوفر هي بقى متعرف عليها دلوقتي. زي مين؟ زي جي اي. اليوتيليتي ده في الاغلب بتكون الناس اللي موفراه هي نفس الناس اللي موفره دي بي ام اس. طب هل ده شرط؟ لا مش شرط. يعني ممكن مثلا اعمل سوفت وير بياكسس موجود فيها حاجه زي كده بس مش انا اللي عامله في الحقيقه، بياكسس داتابيز دي بي ام اس اسمه بوستجري او بوستجريس على حسب البلد اللي بنتكلم منها. يعني بوستجريس اس كيو ال ده كويس، هو اوبن سورس دي بي ام اس مشهور جدا جدا ومحترم جدا جدا، له اكتر من جي او اي. جي او ايز دي مش كلها اصلا بتاعت بوستجريس خالص، هي بتكونكت عليه وتستخدمه
وتكونكت عليه للاسف وتمانيبيوليت الداتا من خلاله. هاويفر مثلا الشركات الكبيره قوي زي اوراكل اللي بتعمل ماي سيكوال واوراكل ار دي بي ام اس وزي مايكروسوفت اللي بتعمل سيكوال سيرفر في الاغلب بيقدموا جي يو اي بتاع الايه بتاع البرودكت بتاعهم يعني، وهنشوفه ان شاء الله مع بعض في ماي سيكوال. طيب فيبقى الهاردوير زي ما اتكلمت الاول، الهاردوير كمبيوترز ستورج برينترز نتورك ديفايسز واذر ديفايسز، سوفت وير او اس دي بي ام اس وابلكيشن بروجرامز اند يوتيليتي سوفت وير. البيبل بقى اي يوزر بيستخدم الداتابيز هو معانا كويس. هم خمس انواع او خمسة كاتيجوريز ممكن نتكلم عنهم ان شاء الله: سيستم ادمنستريتور، داتابيز ادمنستريتور، داتابيز ديزاينر، سيستم اناليست اند بروجرامر، واند يوزر. كل نوع كل واحد منهم بيؤدي وظيفه معينه يونيك بالنسبه له، بس كلهم بيكملوا بعض. يعني ما اقدرش داتابيز دي بي ام اس بتاعي كامل يشتغل بحد من الخمسه بس، لازم الخمسه مع بعض. سريعا كده كل واحد من خمسة بيعمل ايه؟ System Administrator oversees the database systems general operations، هو بيبقى نظرته نظرة عامة على الدي بي ام اس بتاعي كويس، performance issues security issues availability reliability scalability تمام، ال connections ال applications ال connected عليه وال supported by it حلو. فهو oversees database system general operations، والسيستم هنا كمان بتدخل معها الهاردوير السيرفرز وهكذا. الداتابيز ادمنستريتور غير السيستم ادمنستريتور، الداتابيز ادمنستريتور بقى اللي هو بسميه دي بي اي ده بيمانج دي بي ام اس وبيتاكد ان الداتابيز فانكشنينج بروبرلي، الداتا سليمه، داتا بتدخل مظبوطه، انتجريتي رولز تمام موجوده متحققه، داتا كونسيستنسي مظبوطه وهكذا كويس. سكيورتي مين ياكسس ايه، مين ياكسس ايه باي صلاحيات وهكذا. Database Designers هو بيديزاين Database Structure، ده غالبا بيكون دوره قبل اصلا الادمنستريتور والدي بي اي، يعني ده بيكون مرحله قبلهم. الدي بي اي ده بيركز على الداتا بي دي بي ام اس وهو شغال، سيستم ادمنستريتور بيركز على سيستم كله سوفت وير وهارد وير كويس. داتابيز ديزاينر ده بيديزاين داتابيز ستراكشر في الاول خالص، هل هو بقى اصلا هيبقى تيبل، هيبقى ريليشنال يعني، ولا جراف، ولا كولم اورينتد، ولا دوكيمنت اورينتد، ولا طب لو ريليشنال حلو بيعمل بحاجه اسمها داتابيز اركيتكت حلو، بيديزاين التيبلز والريليشنز والكويريز ويوبتمايز الكويريز، عايز بقى بروسيجرز او تريجرز والكلام ده كله جاي معانا ان شاء الله في الكورس. If the database design is poor مهما الابلكيشن بروجرامر كان شاطر ومهما الهاردوير كان قوي جدا الداتابيز مش هتبقى كويسه معانا. حلو الداتابيز ديزاين ده مهم جدا، وفي الحقيقه ببقى زعلان جدا جدا في الـ في الـ في بعض، مش عايز اعمم يعني، بعض البرزنتيشنز مشاريع التخرج لما نسال عن الداتابيز ديزاين واللي اصلا مش موجود كويس، او ليه حاجه ايه سلايد واحده وعدت كده يعني، مع ان هي فيزس ومراحل مهمه جدا نتعرف عليها ان شاء الله يعني. وانا ان شاء الله هحاول اجيب لكم كيس ستادي او اكتر بالتفصيل الممل ان شاء الله، القصه دي بتعمل ازاي عشان نبقى نعمل زيها واحسن منها كمان ان شاء الله تعالى مع بعض. organizations strive to optimize their data resources، الداتا من الريسورسز بتاعتنا كويس، فبالتالي ديزاينرز جوب ديسكريبشن اكسباندد، النهارده الديزاين الداتابيس ديزاينر كجوب ديسكريبشن مطلوبه جدا جدا. وانا اعرف واحد صاحبي كان وما زال ما شاء الله يعني شغال في احدى الدول العربيه كويس على اوراكل دي بي ام اس، بيحكي لي ان هم في بعض الاحيان بيبعتوا يجيبوا اكسبرتس من بره علشان يكتبوا كويريز معينه وعلشان يعملوا اوبتمايزيشن للكويريز دي كويس. فالداتابيس ديزاين مهم، والداتابيس ديزاينر مش هيبقى ديزاينر شاطر الا ما يكون فاهم ريليشنال ثيري كويس او فاهم الثيري بتاعه الداتابيس موديل اللي هو شغال عليها كويس، بلس يكون فاهم ال التول اللي هو بيستخدمها او دي بي ام اس اللي هو بيستخدمه البرودكت حلو، ازاي يعمل اوبتمايزيشن وازاي هو بيشتغل وايه نقاط القوه والضعف بالنسبه لكل واحد منهم وهكذا. سيستم اناليستس اند بروجرامرز، خلي بقى ده بقى اول مرحله بيديزاين وامبلمنت الابلكيشن بروجرامز، ده بيعتمد على الحاجات اللي اتكلمنا عنها من شويه حلو، يعني هو بيكتب السوفت وير اللي بيكونكت على الدي بي ام اس ويبدا بقى ايه يستفيد منه علشان يجنريت ريبورتس او يدي الاند يوزر فورمز يدخل من عليها الداتا كويس، بروسيجرز وهكذا. الاند يوزر بقى لحد الاخير خالص اللي هو بيوز الابلكيشن اللي كتبه السيستم اناليست اند بروجرامر ده حلو علشان يران الاورجنايزيشنز دي الاوبريشنز، تقدر تقول هو اخونا اللي قاعد على الكاشير، اللي قاعد في على الكاونتر، اللي في الشباك في التيرمينال حلو، اللي بينتر الداتا وبيطلع بقى منها الايه الكويريز بتاعته وهكذا يعني.
الكومبوننت الثالث احنا قلنا الهاردوير والسوفت وير والبيبل. الكومبوننت الرابع اسف البروسيجرز، هي مجموعه الانستراكشنز والرولز اللي بتتحكم في الديزاين واليوز اوف الداتابيس سيستمز. كويس، مجموعه الانستراكشنز والرولز اللي بتتحكم في الديزاين واليوسج اوف ذا داتابيس سيستمز. كويس، للاسف بتتنسى مع الوقت. كويس، قليل قوي اللي بيقعد يحط الرولز بتاعته والبروسيجرز والحاجات اللي نمشي عليها والتريجرز اللي تحصل لما ايفنت معين يحصل وهكذا. هاوفر هي كريتيكال جدا جدا، والبروسيجرز في الحقيقه هي الطريقه المثلى لضمان الستاندردز ان هي تتعمل على الداتابيز. كويس، enforce the standards by which business is conducted within the organization and with customers. والبروسيجرز بتساعدني جدا وبتاكد ان الاورجنايزيشن بتاعتي بتعمل مونيتور واوديت. مونيتور يعني متابعه. كويس، بعمل تراكنج، عندي زي سكرين كده مثلا بتمونيتور البرفورمانس، فعندي بقى تشارتس الافيلابيليتي او ريسبونس تايم زي كده بتاع التاسك مانجر بتاع ويندوز. كويس، بيمونيتور البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي بتاع الاو اس مثلا بتاعي. اوديت بقى بيعمل عمليات تاكد باستخدام اللوج مثلا. فالاوديت ده مين عمل اكسس، مين دخل على اي ريسورس، مين عدل، وهكذا وهكذا وهكذا. داتا الكومبوننت الخامس ذا كولكشن اوف فاكتس ستورد ان ذا داتابيس. طبعا ده راس مالنا، حلو اللي احنا اصلا عاملين الفيلم ده كله عشانه يعني. فالديتا هي ذا كولكشن اوف فاكتس ستورد ان ذا داتابيس ديتيرمايننج ويتش داتا تو انترز انتو ذا داتابيس اند هاو تو اورجنايز ذا داتا از فايتال بارت اوف ذا داتابيس ديزاينر جوب. في الحقيقه وظيفه الداتابيس ديزاينر ان هو يحدد اي اجزاء من الداتا هتتخزن وتدخل على السيستم بتاعي ازاي. طيب دي كده تجميعة الخمس حاجات على بعضها. الشارت ده صعبته شوية، نبدأه منين؟ فتعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نبدأ من الاند يوزرز. الاند يوزرز بيستخدموا application programs to access ال DBMS. DBMS طبعا عنده الداتا وعنده ميتا داتا. DBMS ده بيستور وبيرن الداتا بتاعته، هو نفسه بيستور اصلا الداتا وبيرن هو نفسه على هاردوير. هاردوير ده ممكن يكون بقى ستورج، ممكن يكون هنا عندي ستورج مثلا عليه الداتا، وهو كدي بي ام اس بيرن على سيرفر تاني، لوجيك سيرفر يعني، لوجيك اللي هو ابلكيشن لوجيك سيرفر يعني، واللوجيك ابلكيشن لوجيك سيرفر ده بيكونكت على ايه، على الستورج على سبيل المثال. طيب نرجع كده خطوه لورا، الابلكيشن بروجرامز دي مين اللي كتبها؟ البروجرامرز. كويس، طيب فيبقى الـ end users بيستخدموا الـ application programs اللي كتبها الـ programmers to access الـ DBMS اللي موجود على الهاردوير. عندي هنا بقى اتنين، عندي هنا database designer هو أول واحد عمل design أصلاً الـ structure of database. كويس، أشكال بقى tables والـ relations ومجموعة الـ database مع بعضها يعني. عندي database administrator ده اللي بيتراك الـ database performance، يعمل لها monitoring و auditing. كويس، وهو اللي بيحط الرولز، هو اللي بيرايت وبينفورس البروسيجرز والستاندردز. كويس، اللي كله لازم يمشي عليها. سيستم ادمنستريتور ده بيسوبرفايز القصه دي كلها، تمام، من اول بقى الهاردوير والسوفت وير والرولز والاند يوزرز وهكذا. ارجو رب تكون الرسمه الفكر يكون ان شاء الله واضح بالكومبوننتس بتاعته. طيب شويه ديفينيشنز كده ريفيو. database system an organization of components that defines and regulates، بيعرف وبينظم ال collection storage management and use of data in database environment. طيب ايه هي وظائف دي DBMS functions؟ يعني بحاول ان احنا ما نكترش قوي ان شاء الله، هم 9 وظائف. كويس، مش هزود عنهم ان شاء الله خالص دلوقتي يعني. الاول دي بي ام اس فانكشن، الهدف الرئيسي او الاوبجكتيف الرئيسي من الدي بي ام اس اصلا جارانتي انتجريتي اند كونسيستنسي. كويس، انا كان عندي الفايلز ممكن اخليها شيرد عادي، بس اللي كانت هتبقى لا كونسيستنت ولا ايه ولا فيها انتجريتي. فدي بي ام اس البوينت الرئيسيه او المكسب الرئيسي انه جارانتي انتجريتي اند كونسيستنسي. كويس، اغلب الفانكشنز دي ترانسبيرنت اصلا تو اند يوزرز. يعني انا يعني لحد ما كنت بتعلم الماده دي كنت بستخدم سيستمز مثلا ما كنتش اعرف اصلا بتعمل ايه ولا دي بي ام اس وظيفته ايه ولا اي حاجه. هما 9 وظائف ان شاء الله مش هزود عن كده دلوقتي. داتا ديكشنري مانجمنت، داتا ستورج مانجمنت، داتا ترانسفورميشن اند بريزنتيشن، سيكيورتي، مالتي يوزر اكسس كنترول، باك اب اند ريكفري. ودي حاجه بتتنسى مش عارف ليه،
مع انها مهمه جدا جدا جدا. داتا انتجريتي مانجمنت، داتا بيز اكسس لانجوجز اند اي بي ايز، داتا بيز كوميونيكيشن انترفيسز. طيب داتا ديكشنري مانجمنت، احنا عارفين طبعا ان الداتا بيز بتاعتي بتتكون من داتا وميتا داتا، كويس. الداتا ديكشنري اللي هي الميتا داتا، فانا بقول الدي بي ام اس ستورز ديفينيشنز اوف ذا داتا اليمنت اند ريليشن شيبس، اللي هي الميتا داتا. بحط الكلام ده فين؟ في داتا ديكشنري. الديكشنري ده موجود جنبي، يعني زي ما انا ترجمت الحرفيه قاموس عشان افهم الداتا بتاعتي او عشان افهم ديفينيشن، وانا بفتح قاموس ابص عليه. فبالظبط نفس الكلام، بفتح الديكشنري بتاعي الاقي جوه الميتا داتا افهم منها الايه الداتا. طبعا احنا متفقين ان كل بروجرامز بتاكسس الداتا بيز عن طريق دي بي ام اس، هو سنترال بوينت كنترولر بتاعي، مفيش فيها كلام. دي بي ام اس بيستخدم الداتا ديكشنري علشان يشوف بقى الداتا كومبوننت ستراكشرز وريليشن شيبس، مين متوصل بمين، اوبريشن معينه حصلت، طب هل الداتا دي اصلا نوعها ايه عندي، في ريليشن بين التيبلز دي وبعضها ولا لا، طب حصل ابديت، هل في كاسكيد ابديت ولا لا، هابديت التيبل تاني بيزد على الابديت ده ولا لا، وهكذا. اي تشينج ميد ان ذا داتابيز ستراكشر، في هيكل الداتابيز، عملت تيبل جديد، عملت دروب لتيبل، عملت زودت كولم على تيبل معين، كويس. طبعا مش زودت انتري، يعني زودت كولم يعني غيرت في الستراكشر بتاعه، زودت مثلا خاصيه جديده للموظفين، كويس، او للدكاتره او للطلاب، فده معناه ان الداتكشنري ماله بيتغير. فالدي بي ام اس باختصار شديد بيوفر لي داتا ابستراكشن، بيجرد الداتا نفسها عن الميتا داتا عن الديكشنري بتاعها، وبيريموف الاستراكشر والديتا ديبندنس فروم ذا سيستم. داتا ستورج مانجمنت، دي بي ام اس مسؤول مسؤوليه تامه ان هو يكرييت ويمانج الاستراكشرز، والاستراكشرز دي يحطها فور داتا ستورج، بيكرييت الفايلز وبياكسس الفايل وبيدي الفايل ده فورمات معين وبياكسس الفايل ده علشان يجيب منه الداتا. دي بي ام اس بتخزن زي ما قلنا الداتا، مش بس بقى دي الاند يوزر داتا، ده كمان بتستور الداتا انتري فورمز، الفورمز اللي بيدخل فيها اليوزر الداتا بتاعته، والريبورتس اللي طالعه لي، الفاليديشن رولز، السكيورتي رولز، كويس، وهكذا. حتى لو في حاجه اسمها بلوب باينري لارج اوبجكتس هنتكلم عنه ان شاء الله قدام، ان ممكن استور جوه الداتابيز بتاعتي فيديو فايل بحوله الى باينري واحطه جوه الداتابيز، او صور مش ريكومندد بس اوبشن متاح بالنسبه لي ممكن استفيد منه. اليوزر شايف الداتا بيز على ان هي سنجل داتا ستورج يونت، هاويفر الدي بي ام اس بيسيبريت الكلام ده في اكتر من فيزيكال فايل. وبالمناسبه انا اقدر احط رول معينه ان لما الفايل السايز بتاعه يقرب انتو سايز معين، دي بي ام اس يكرييت فايل جديد يستور جوه الداتا، حلو، او من الاول اصلا الدي بي ام اس يكرييت اصلا عدد معين من الفايلز، ان فايلز مثلا، ويبدا يوزن الداتا عليهم السيكوينشال، يعني يكتب مثلا اول اليمنت في اول فايل، تاني اليمنت في تاني فايل، تالت اليمنت في تالت فايل. وطبعا كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب، جايه بقى قدام ان شاء الله الحاجات دي. الكلام ده كله بيأثر على حاجه اسمها الداتابيس بيرفورمانس تيونينج. بيرفورمانس تيونينج هو ريليتد تو اكتيفيتيز ذات ميك ذا داتابيس بيرفورم مور افيشنتلي وذين ايه، او ان تيرمز اوف ايه، ستورج اند اكسس سبيد. البوينت مربط الفرس الرئيسي بالنسبه للبرفورمانس الداتابيز هي الاستورج والاكسس سبيد. احنا عندنا اصلا قاعده بتقول في الاستورج عموما ان مش المفروض اعدي ابدا 70% من كاباسيتي الاستورج، كويس، لان بيؤدي الى بيرفورمانس ديجريديشن، يعني البرفورمانس بيقل بطريقه رهيبه. فدي بي ام اس مسؤول عن الفايل والانترنال ستراكشر بتاع الفايل ده، وازاي هاكسس الفايل وازاي يجيب منه الداتا وازاي ابديت الداتا، كويس، وهكذا. ومسؤول ان هو يعالج بقى مشاكل الفايل سيستم. طيب الداتا ستورج مانجمنت بنكمل. الداتا فايلز دي ممكن تكون متخزنه على اكتر من ستورج ميديا، انواع مختلفه، رام، فايل سيستمز، طبعا الماجنتيك بقى الهارد ديسك العاديه بتاعتنا، او دي في ديز او وات ايفر، كويس. فبالتالي مش بس انواع مختلفه، ممكن كمان اماكن مختلفه، فبالتالي بمقاس يجيب الداتا من اكتر من مكان كونكرنتلي. طيب ده اكزامبل للميتا داتا، هو مش واضح قوي للاسف، انما سريعا كده يهمني بس اقول لحضرتك ان انا عندي لو الدي ده مفيش فيه خالص الداتا بتاعتي بتاعت الاند يوزر، كويس، دي كلها ميتا داتا، اسم الاسم الكولم والداتا تايب بتاعه، الاستورج واخد قد ايه، كل فايل واخد عندي قد ايه، ده كل تيبل كمان واخد من الفايل كله على بعضه قد ايه، طب هل كل تيبل في فايل لوحده ولا الداتابيس كلها في فايل واحد، كويس، طب عندي كام فايل اصلا، وهكذا.
طيب Data Transformation and Presentation DBMS بيغير أشكال الداتا، لكن نفس الداتا بالظبط. على سبيل المثال اليوزرز في مصر بيدخلوا الداتا Day Month Year كويس 11/7/2017، كنا ممكن نحط تاريخ النهاردة بس سبحان الله يعني. طيب على غير ذلك بقى، لو انا مثلا في يونايتد ستيتس بدخل اول المانث بعدين الدي بعدين الايه الير. طب السؤال، هل الدي بي ام اس خزن التاريخ مختلف في المرتين؟ الاجابه لا، الستورد فاليو هي بالظبط، الفرق في البرزنتيشن اللي طلع لليوزر بره كويس. على حسب بقى الفورمات، ممكن وانا بكتب الكويري بتاعتي احدد فورمات معينة خليه يطلع بيها، ده اوبشن. ممكن اوبشن تاني ان انا اقول الديفولت فورمات اللي يطلع كده، وفي كل الاحوال ده مفصول خالص عن مين، عن الستورد داتا. طبعا سكيورتي مانجمنت، السكيورتي موضوع مهم جدا، وعايز اقول لك ان انا مش من انصار نظرية ان في حاجة اسمها سكيورتي لوحده. سكيورتي داخل في كل حاجه، يعني انت لازم تكون سكيورتي سبيشالست كويس في شغلك كله. حسب ما انت شغال في ايه، شغال مثلا في الهاردوير تبقى فاهم هاردوير وفورنسكس كويس، وتكون شغال في النتوركس تكون فاهم قصه السكيورتي كويس جدا جدا. عذرا على اللي حصل ده. طيب فدي بي ام اس بيكريت سكيورتي سيستم بينفورس اليوزر سكيورتي وداتا برايفسي. في فرق طبعا بين السكيورتي والبرايفسي بس مش هتكلم عنه بقى دلوقتي خالص. سكيورتي رولز بتعرف لي ان اي يوزر عمل اكسس للداتابيس، اي داتا ايتم كل يوزر ممكن يدخل عليه. انا ممكن ايدنتيفاي بالداتا ايتم كويس بتيبل معين، اقول التيبل ده يخش عليه فلان وفلان وفلان، فلان يخش، كلمه يخش دي اصلا يعني ايه، يعني يعمل مثلا ريد ولا اد انسرت ولا ديليت ولا ابديت. حلو، اي اوبريشنز على اي ايتم من جوه اي تيبل في اي داتابيس وهكذا. طبعا الكلام ده مهم جدا جدا في المالتي يوزر داتابيز سيستمز. عندي اوثنتيكيشن واوثرايزيشن. اوثنتيكيشن اليوزر بيقول بيثبت ان هو اللي هو بيدعي ان هو كويس، ده الاوثنتيكيشن. والاوثرايزيشن السيستم بقى بيتشيك الصلاحيات بتاعته. الاوثنتيكيشن ممكن يتم عن طريق اليوزر نيم والباسورد او الفينجر برينتس بايومتريك اوثنتيكيشن. حلو، انما الاوثرايزيشن بيتشيك بقى البريفيليجز ويبدا يديتكت هل مسموح له يعمل الحاجات دي ولا لا. المالتي يوزر اكسس كنترول اهميته ان هو بيبروفايد الانتجريتي والكونسستنسي في شيرد ديستريبيوتد انفايرمنت. الدي بي ام اس بيستخدم سوفيستيكيتد الجوريزمز تو انشور مالتيبل يوزرز كان اكسس داتابيس كونكرنتلي. وهنشوف ان شاء الله شويه منهم مع بعض حاجه اسمها التو فيز كوميت والثري فيز كوميت، مش عارف، وفي بروبوزلز كده للفور فيس كوميت بعض البيبرز يعني كويس بتتكلم عنها. هنحاول نبص على الحاجات دي ان شاء الله، نحاول ان شاء الله كده نشوف مع بعض ايه الضمانات اللي الدي بي ام اس بياخدها علشان يضمن سلامه الداتا. باك اب اند ريكفري مانجمنت دي حاجه بتتنسي خالص وهي مهمه جدا جدا. يعني ايه باك اب يعني ريكفري؟ باك اب يعني المفروض ان انا يبقى عندي نسخه احتياطيه من الداتابيس بتاعتي اوتوماتيكلي بتتاخد، علشان لو حصل لا قدر الله لوس في الداتا، مشاكل لوس بروبلمز في الهاردوير، اقدر استور الداتا. ودي حاجه في الفايل سيستمز بقى مأساة، يعني علشان خاطر نكيب تراك اوف الفيرجنز اوف الفايل سيستمز والفيرجنز اوف الباك ابس ونظميه القصه دي، قصه يعني حاجه هزليه كده. طبعا دي بي ام اس سهل الكلام ده كله الحمد لله. فدي بي ام اس بروفايدز باك اب اند داتا ريكفري تو انشور داتا سيفتي اند انتجريتي. سيفتي تبقى الداتا في امان كويس، ان لو حصل لوس في الداتا لا قدر الله ساعه زمن اول ريستور الداتا من الباك اب بتاعها. اند انتجريتي ده بحتاجه لو ما حصلش فيلير، لو حصل حاجه بنسميها بايزنتاين فولت. يعني ايه بايزنتاين فولت؟ يعني الداتابيز سليم، سيرفر سليم موجود قدامي، بس حد دخل على الداتا بوظها، يعني عمل مثلا انجكت الماليشيس بيرتشيسز، عمل مثلا اوامر اوردرز مضروبه كويس. فلازم ريستور الداتا برضو، الهاردوير موجود سليم والسوفت وير موجود سليم والداتا موجوده صوره، لكن هي حقيقتها مالها متدمره كويس. دي بي ام اس سيستمز بروفايد بقى يوتيليتيز مخصصه للكلام ده كويس للدي بي اي، للداتابيز ادمنستريتور. افتكر بقى الايه الاكرونيمز دي كويس قوي، علشان اوتوماتيكلي يعمل هو الباك اب. والباك اب ده في منه انواع، في انكريمنتال وفي كوموليتيف، هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في وقت لاحق.
الريكفري بقى ان انا بجيب الباك اب ده واسترجعه كويس، وطبعا بحاول استرجع لبوينت قبل الفيلير كويس، يعني اشوف الفيلير حصل امتى مثلا، وابدا اشوف ايه بوينت قبل الفيلير استرجع عندها الداتا بتاعتي. طيب طبعا الكلام ده مهم جدا فور داتا انتجريتي. داتا انتجريتي بقى مانجمنت، دي بي ام اس بينفورس الانتجريتي رولز. يعني لو انت جيت مثلا تعمل انسرت لرو، الرو ده في فيلد، لان الرو بيكون من مجموعه فيلدز، وانا معلش بكرر الكلام كتير النهارده عشان بس ايه اول محاضره، وقد تكون الحاجات دي جديده على بعضنا يعني. الرو ده او الفيلد ده، اسف الفيلد ده، انا حاطط انتجريتي رولز ان فيلد معين لا يسمح بنال فاليوز كويس، does not allow null. null يعني قيمة فاضية، فأنا حبيت أدخل الرو في null value ما يدخلش كويس. طيب حبيت أعمل مثلا insert data type غير المسموح في الكولم، ما ينفعش، وهكذا. فطبعا الداتا انتجريتي بتقلل الريدندنسي، بتماكسمايز الكونسيستنسي. داتا ريليشن شيب ستورد ان داتا ديكشنري ار يوزد تو انفورس داتا انتجريتي، زي ما اتكلمت من فتره كده في المحاضره دي عن الكاسكيد ابديت والكاسكيد ديليت، هي ريليشن شيب بين تو تيبلز. لو انا عملت ابديت في انتري في جدول، يروح يابديت الانتريز المتعلقه بيه في جدول تاني، او نفس الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للديليت. الكلام ده كله مهم جدا في ترانزاكشنز، وهنشوف ان شاء الله ترانزاكشن ده مع بعض بالتفصيل الممل. داتابيز اكسس لانجوجز اند اي بي ايز، اغلب دي بي ام اسز الكبار بيتيحوا اكسس ثرو كويري لانجوج للاس كيو ال في الريليشنال غالبا يعني كويس، فهو له لغه بيوفرها علشان اقدر امانيبريت الداتا. الكويري لانجوج دي هي نون بروسيجرال، والكويري لانجوج دي ناجحه جدا جدا ومنتشره قوي وليها ميزه رهيبه. ايه الميزه الرهيبه؟ الكويري لانجوج زي الاس كيو ال كده، ليتس ذا يوزر سبيسيفاي وات ماست بي دان وذاوت هافينج تو سبيسيفاي هاو. لو تفتكر الكويري بتاعت سيلكت asterisk from employees، انا ما قلتلوش في الاس كيو ال دي هيجيب الامبلوي ريكوردز ازاي، انا كل اللي قلته له هات لي كل الامبلويز اللي عندك او كل الداتا اللي عنهم يعني. بس الكلام ده على خلاف البروجرامنج لانجويجز. في البروجرامنج لانجويجز اللي طبعا كلنا كتبنا كود الحمد لله قبل كده خلاص كويس، اللي كتب كود قبل كده عارف ان في البروجرامنج لانجويج انا بقول له بايدي اجمع اكتب واحد واجمع عليه واحد تاني ومش عارف اضرب في كام واقرا منين كويس، انا بقول له ازاي يعمل الحاجه، انا بسبيسيفاي في البروجرامنج لانجوج هاو تو بيرفورم الاوبريشن. في الكويري لانجوج انا مش بعمل كده خالص، انا بقول له وات ماست بي دان وبسيبه هو جنريت البلان ويعمل اللي هو شايفه مناسب. اس كيو ال او الاستراكشرد كويري لانجوج هي الديفاكتو، وكلمه ديفاكتو دي حاجه متعرف عليها كده كويس، معناها ان بقى متعارف ستاندرد متعارف عليه، يعني هم قعدوش خلوه ستاندردايزد كويس، بس الاس كيو ال بقت هي دي فاكتو كويري لانجوج. يعني عندي كويري لانجوجز غيرها قد يكون عندي انا في الحقيقه ما اعرفش فيها ولا لا، حلو، لان دي سيكوال هي دي فاكتو لانجوج، يعني ايه بالعرف كده كل الناس اللي بتعمل دي بي ام اس بيسبورت مين السيكوال، حلو. وطبعا هي الستاندرد، وهي انسي ستاندرد، هتكلمش عن الستاندردز دي في وقت السيكول ان شاء الله. دي بي ام اس غير بقى ان دي بي ام اس بيقدم لي اكسس لانجوج، بيقدم كمان اي بي ايز للغات البرمجه المختلفه زي بايثون وسي شارب وجافا. يعني انا بكتب مثلا كود بالبايثون او بسي شارب او بجافا وبكونكت على دي على ماي سيكول، فماي سيكول عنده اي بي اي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، هو كود مكتوب بس متقفل كده زي بلاك بوكس، حلو، بيبقى جواه مجموعه من الانترفيسز، مش جواه اسف له مجموعه من الانترفيسز بقدر انا اكسس عليها وكل فانكشناليتيز وهكذا. يعني الدي بي ام اس طبعا بيقدم لي يوتيليتيز، ادوات مساعده، سوفت وير مساعد كويس، بيساعد الدي بي اي والداتابيز ديزاينر انه كرييت امبلمنت مونيتور ومينتين داتابيز. وفي الحقيقه هو ده الماي سيكول ورك بنش، يعني ان شاء الله ما نشوف الماي سيكول ورك بنش ان شاء الله هنلاقي ان انا في الماي سيكول ورك بنش انا مع اللي اخترنا ماي سيكول تحديدا بسبب الورك بنش ده، جي او اي بتاعه سهل وبسيط. طبعا سيكول سيرفر لو جي حاجه اسمها سيكول سيرفر مانجمنت ستوديو اسطوره طبعا، كويس قوي جدا 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 جدا، لكن ماي سيكول ابسط واسهل حتى في الانستليشن بتاعه ان شاء الله، وخفيف على الايه على الماشينز. طيب
طيب اخر فانكشناليتي للدي بي ام اس داتا بيز كوميونيكيشن انترفيسز، هل الدي بي ام اس بتاعي معزول عن العالم؟ طبعا لا. هل بيكون مسموح لي كونكت عليه من بره؟ اكيد بالانترنت وكده، اكيد طبعا. دي بي ام اس اكسبتس اند يوزر ريكويستس بطرق مختلفه جدا جدا، فبالتالي دي بي ام اس لازم يكون فاهم نتورك بروتوكولز تي سي بي اي بي بعض الاحيان يو دي بي عشان نقدر نفتح كونكشن عليه ريموتلي كويس، واقدر ان انا امانيبوليت الداتا وادي كوماندز وهو كلام من ده. دي بي ام اس مايت بروفايد اكسس تو ذا داتا بيز فيا انترنت كويس عن طريق ويب براوزرز، ممكن ممكن البراوزر يكونكت على الدي بي ام اس ممكن. حلو، طرق مختلفه جدا 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 بقى. بعض دي بي ام اس زي اوراكل مثلا، اوراكل ابيكس حاجه اسمها ابلكيشن اكسبريس، هو الباك اند بتاع اوراكل لكن هو له ويب انترفيس محترم جدا، بنعدل في الويب بيجز الجنريتد عليه باستخدام جي كويري وهكذا وهكذا. دي بي ام اس كمان ممكن يكون محتاج الانترنت علشان يبعت ايميلز. هتقولي بعت ايميلز، هقول لك ابسط ايميل او اهم ايميل ممكن يكون بيتبعت للدي بي اي، ان لو ايفنت معين حصل يتبعت للدي بي اي ايميل ان ايه حصل كذا كذا في الوقت الفلاني. طيب سؤال، هل سبريد شيت الاكسل is not a database؟ يعني هل بعد اللي سمعته ده كله وظائف الدي بي ام اس والريكفري والباك اب والاكسس لانجوج والاي بي ايز والترانسفورميشن والسكيورتي، هل لسه بتعتقد او في حد ممكن يعتقد ان الاكسل شيت هو داتابيز؟ طبعا لا، سبريد شيتس ار نوت داتابيزز كويس. سبريد شيتس بتسمح الاو فور ذا مانيبيليشن اوف داتا ان تابلر فورمات، هي شكل جداول حلو كويس، وبتالاو مانيبيليشن اقدر انسيرت وابديت وديليت وهكذا، لكن it does not support even the basic functionalities كويس. لا بقى في ميتا داتا ولا سيلف دوكيومنتيشن ولا داتا تايبس ولا كونسيستنسي ولا ريليشن شيبس امونج التيبلز ولا كونسترينز تو بي فولود. حلو، وفي الحقيقه الجمله الثالثه دي انا مش هقراها لكن يا ريت حضرتك تقراها بتاني كده وبتروي كويس. وانا متاكد ان انت في يوم من الايام قريب جدا ان شاء الله مش بعيد هتقابل نفس السؤال ده مع اصحابك مع شركات بتروحها او كده، وانا ما ينفعش اكسس اسف اكسل ما يكفيش الغرض ويؤدي، ما الاكسل اللي عم شغالين بيه كويس جدا وزي الفل، ايه المشكله اللي عندنا يعني. فان شاء الله يكون ايه بعد المحاضره دي يبقى عندك احد الردود ان شاء الله اكتر من رد على القصه دي ان شاء الله تعالى. ريفيو سريع كده، دي بي ام اس ديفينيشنز داتا ديكشنري، دي هي دي بي ام اس كومبوننت بيستور ميتا داتا، اللي هي ميتا داتا اللي هي داتا اباوت الداتا. ديكشنري ده كونتينز داتا ديفينيشنز كاركترستكس ريليشن شيبس، قد يكون انكلود اكسترنال داتا عن الدي بي ام اس كويس، حاجه زي نتورك مثلا كونكشن والايميل اللي هبعت له الايميل هبعت له الايميل لما يحصل عندي مشكله ما وهكذا. performance tuning activities that make a database perform more efficiently in terms of storage and access speed. query language non-procedural language that is used by a DBMS to manipulate its data. وكلمة non-procedural زي ما اتفقنا من شوية انا مش بمشي step by step اقول له يعمل ايه، انا بقول له انا عايز اعمل كذا وهو بقى ايه يجنريت بقى هو البلان بتاعته، والبلان بيكون غالبا procedural اصلا اللي هو بيجنريتها دي ونبص عليها ان شاء الله. طبعا اشهر example query language هو defacto standard زي ما قلنا هو الايه SQL. Structured Query Language هي powerful and flexible relational database language. وركز قوي على الريليشنال دي لان زي ما قلت من شويه في الجراف مثلا في النيو 4G عند حاجه اسمها سايفر كويس، فكل دي بي ام اس كل موديل وله بقى الايه اللانجوج بتاعته كويس، او كل برودكت في الموديل بتاعه يعني. فالسيكوال هي powerful and flexible relational database language بتتكون من commands. commands دي بتسمح لي بايه create database and table structures perform various types of data manipulation read update delete كويس and administration شويه بقى وظائف procedures وهكذا، واقدر query database to extract useful information اللي هي select. طيب عمالين نتكلم بقى لنا فتره كويس عن مميزات دي بي ام اس، ملوش عيوب يعني ما فيش خالص اي حاجه وحشه في الدي بي ام اس كويس، كل مميزات بس ما شاء الله وهكذا. طبعا لا، في مجموعه عيوب للدي بي ام اس ابرزها increased costs، الكلام ده بيكلف المؤسسه هاردوير وسوفتوير وتريننج ولايسنسز ومانجمنت. وموضوع اللايسنسز ده ما تهملوش دلوقتي، انا عارف انت كطالب وانا كنت كده برضو مش حاسين بيه خالص، مع ان بقى في الانتربرايزز الموضوع مهم جدا يعني
بتبقى اكتر نقاش على السولوشنز، هل هي وورث الكوست دي ولا لا، مستاهله الكوست ولا لا. كويس، موضوع التريننج ده مهم جدا جدا، وببقى سعيد قوي في الحقيقه وانا ايه اصحابي بيحكوا لي يعني عن الشركات اللي بيشتغلوا فيها ما شاء الله وكده، وهي بتمرن الناس ودي حريصه على الناس. وبعايز اقول له خلي بالك، هو حرصه مش عليك، هو حرصه على نفسه هو وين وين سيتويشن، انتوا الاثنين مبسوطين بيمرنوكوا كده. لكن التمرين ده اصلا هدفه ايه؟ هدفه ان دايما تكون انت في شيب كويس جدا جدا وافيشنت قوي، انك ايه تشتغل على السيستمز بتاعته وهكذا. فالمهم increased costs الحاجات دي كلها، طبعا في complexity في المانجمنت، الباك اب بقى والريكفري والسيرفرز والكونكشنز والكوميونيكيشن، حلو، ومينتيننج الكرنسي. وهنا كرنسي ما اقصدش بيها اللي هي العمله، اقصد بيها ان الفريكوينت ابديتس والباتشز. طبعا ايه لازم يكون عندك دي بي اي محترم جدا جدا، وسيستم انجير محترم جدا جدا، فاهم بقى الباتشز ومتابع بقى البرودكت. ودي حاجه انصحك بيها من دلوقتي، ان انت دايما اتعلم الكونسبتس جينيريك، وخليك بروفيشنال قوي في برودكت، اي برودكت تختاره كويس. مش هسمي حاجه بعينها، تمام، بس خليك بروفيشنال فيه قوي، تتابع اخباره وتبقى انت فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، تو جيت سيرتيفايد فيه، تقرا الكتب بتاعته، تحضر الويبينارز بتاعته اونلاين، الايفنتس بتاعته لو قدرت، في حتى لو يعني ايفنتس جوه مصر ما شاء الله يعني تحضرها وكده. كويس، فانكريزد كوستس، مانجمنت كومبلكسيتي، مينتيننج كرنسي، فيندور ديبندنس. ودي مشكله ان احنا اغلب الاوقات بعد ما بنتعامل فتره مع فيندور معين، على سبيل المثال اوراكل، بيبقى صعب جدا عليا اغيره، فايه انا معتمد عليه وبقى ادائي معتمد عليه. كويس، هو بقى غلى عليا الفلوس، غير البرودكت، عمل ما اعرفش ايه، انا للاسف بقيت انا تابع ليه يعني. طبعا الفريكوينت ابجريد والريبليسمنت سايكلز، اللي بقى له فتره بيستخدم الكمبيوترز متابع كويس جدا جدا، الاوبريتنج سيستمز، ابسط حاجه اللابتوب بتاعنا بتاع زمان مش قادر يشغل النهارده مثلا ويندوز 10 كويس، او على حتى لينكس، مع ان لينكس كانت مشهوره زمان ان هي لايت ويت وكانت بتشتغل على اللابتوب القديمه وكلام من ده، ما عادش الكلام ده كويس، اللهم الا بعض النسخ المعينه كده، نتكلم عنها بقى ان شاء الله في ماده تانية. كويس، المهم ان دايما لازم يكون عندي ابجريد وريبليسمنت سايكلز. الهاردوير كده كده بيفيل ولو عمر افتراضي يعني. طيب حاجه حابب اختم بيها جدا جدا، هم حاجتين صغيرتين جدا خالص. انت بقى الكارير بتاعك في الداتابيز شكله عامل ازاي؟ يعني خلاص انت الحمد لله اقتنعت بالداتابيز وحبيت الفيلد كويس، عايز تشتغل فيه او تكمل فيه، ممكن تشتغل ايه؟ في مجموعة opportunities كده، حلو؟ انا الاول دايما انصحك وانصح يعني انصح نفسي وانصح حضرتك ان احنا ندخل اونلاين على السايتس الكبيرة زي indeed.com، زي وظف، زي LinkedIn Jobs، زي بقى الشركات الكبيرة عندها الـ HR بتاعتها كويس، بتنزل titles وكل job title ليها description، من الديسكريبشن بتاعها ده بقدر اطلع مجموعة من السكيلز، فنقدر اشوف هل انا الجوب تايتل دي الديسكريبشن بتاعها ده مناسب ليا ولا لا، والسكيلز دي عندي ولا مش عندي. ودايما كده خلي عينك متابعه وبص على الجديد اللي بيحصل فيه كويس، لان في جوبس بتستحدث ما انتش موجوده قبل كده اصلا، وفي جوبس مالها بتموت كويس، جوبس بترخص قوي في السالري، جوبس بتعدي قوي اليومين دول. فانت دايما وانت بتبني السكيلز بتاعتك ركز قوي، خلي عينك برضو على مين كمان، على الجوب تايتل الاولى داتابيس ديفلوبر، ده بيعمل كرييت ومنتين للداتابيز ابلكيشنز، يبقى ده بيكريت الايه الابلكيشنز، وده مشهور جدا جدا سواء ويب او ديسكتوب كويس. ده بيحتاج بقى بروجرامنج، داتابيز فاندامنتلز واس كيو ال. داتابيز ديزاينر، ده بيديزاين اند مينتين الداتابيزز، وده بيكون فاهم سيستم ديزاين، داتابيز ديزاين، اس كيو ال. داتابيز ادمنستريتور، ده بيمانج الداتا، هو خلاص اوريدي خلاص ديزايند والابلكيشن بتاع الاند يوزر ديفلوبد كويس، وانا عندي بقى الداتا عايز اعمل لها مانج اند مينتين الدي بي ام اس وداتابيزز كويس، بكون فاهم داتابيز فاندامنتلز وسيكوال وفيندر كورسز. كلمه فيندر كورسز ده اللي كنت بتكلم عنه من شويه، انا مثلا عندي في الشركه بتاعتي اوراكل، فانا خلاص اوراكل سيرتيفايد بروفيشنال، وابدا بقى انا ايه اشتغل بقى على اوراكل داتابيز وابدا اكيب الباك اب والريكفري و و و. فتلاقي ان التاسك دي مش محتاجه خالص فيندر، دي حاجه اكاديميك مثلا تكفيها ما شاء الله، دي لا دي عايز اكاديميك بلس فيندور كورس، فابدا انا اشوف انا عايز دي ولا عايز دي، وابدا بقى ايه اتارجت حاجه بعينها يعني. داتابيز انالست، ده بيديفلوب داتابيز فور ديسيجن سبورت ريبورتنج
كويس، لازم يكون فاهم كويري اوبتمايزيشن كويس جدا وداتا وير هاوسز، وغالبا عشان تفهم الاثنين دول عايز فيندور برضو. database architect design and implementation of database environments. كلمه environments يعني كلها على بعضها، بالهاردوير بالسوفتوير او الكونسبشوال واللوجيكال والفيزيكال. كويس، لازم يبقى عندك هاردوير وسوفتوير وموديلنج نوليدج. consultant هو بيكون عدى على المراحل دي كلها كويس، وبيساعد الشركات ان هي تستخدم التكنولوجي المناسبه ليها. كويس، انت مثلا اللي بتحكي المشكله بتحكيها لي دي يكفيها مثلا ماي سيكول، انت لا عايز كلاود داتابيز، خلي بالك انت عايز باك اب وريكفري بوضع معين، انت لازم تشتري هاردوير وافضل لك النوع الهاردوير اللي اسمه كذا. تمام، وطبعا الكلام ده بيجي مع الاكسبيرينس مع الوقت، ومع طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخرا. كويس، ثم الاكسبيرينس، ثم الايفنتس بقى الكبيره وهكذا يعني. ده بيكون عايز بقى ايه كل الحاجات دي. تمام كويس، واللي يهمني فيها تبقى عارفه ان كل الحاجات دي معاها فيندور سبيسيفيك تكنولوجيز، لازم تكون شاطر مع شركه معينه، مش لازم شركه بعينها بس تكون انت فاهم الشركه دي بتقدم ايه، فتقدر على الاقل تكونسلت الشركات تبع للشركه دي. عذرا، database security officer طبعا ايه security حابب implement بقى policies والrules وهكذا. cloud computing data architect، موضوع cloud computing ده موضوع مبهر وفي الحقيقة الconsultation فيه خطير ومحتاج architects ناس فاهمة، لان solutions كترت قوي وبقت overwhelming، بقت عبء يعني، ما عادش ايه الموضوع ان انت تعمل database وخلاص. كويس، على الكلاود القصه بقت محتاجه فعلا حد سبيشاليزد، وين دي ده فيلد حلو جدا ممكن تبدا فيه من دلوقتي ما شاء الله، انك تركز على فيندور معين. انصحك بامازون. كويس، اهم ثلاثه الكبار امازون ايجور جوجل. حلو بالترتيب اللي انا قلته ده، امازون ايجور جوجل. كويس، في سيرتيفيكتس اصلا للثلاثه لكل كلاود منهم. حلو، بيعرفك اصلا ايه السوليوشنز اللي جواه وازاي تستخدمها، وفي بقى فرق بين الديفلوبر والادمنستريتور والكونسلتنت وهكذا. فالقصه دي مهمه جدا جدا يعني. داتا ساينتست ده بقى اللي هو الايه اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي، هو حد فاهم الجوريزمز كويس قوي، فاهم بايثون، فاهم ار، فاهم اس كيو ال، يقدر يعمل فيجواليزيشن للديتا، فاهم ماشين ليرنينج وديتا مايننج. كويس، يقدر يشتغل على لارج اماونتس اوف داتا، يطلع منها ذهب زي ما بيقولوا. كويس، كمية ديتا قدامنا مرمية كتير جدا جدا، لكن القش الكتير ده جواه دايموند، عايزين الدايموند ده، فلازم بقى نشتغل عليه شوية ان شاء الله يعني. طيب، اختم محاضرة النهاردة ان شاء الله بشوية ادفانس دي بي تكنولوجيز كده. حاجة اسمها Very Large Databases. الـ Very Large Databases دي الـ VLDB هي Databases that support large amounts of data غالبا بالبيتابايت. البيتابايت هو ايه؟ اكتر من 1000 تيرا يعني. كويس، examples لل VLDB vendors Oracle Exadata, IBM's Netza, HP Vertica و Teradata. كويس، وده بقى examples كنت بتكلم مع حضرتك عليه من شوية، انك تكون عارف على الاقل حتى شركة واحدة تكون ملم كده باللي هي بتعمله يعني. طبعا ده دول كبار جدا 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 يعني اي واحدة منهم لو ركزت كده معاها بالراحة هتستفيد جدا جدا، وانا مش هريكومنت حاجة منهم التلاتة. VLDBs وعلى فكره ثلاثه ما شاء الله موجودين في مصر وليهم تواجد قوي جدا 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 في القاهره يعني، مش في القاهره بس اصلا في مصر عموما. VLDBs سوبرسيدت حاليا بقى حاجه اسمها البيج داتا. كويس، وده كلام منطقي، هي اكتر اشهرهم انواع النو سيكول اللي هي بقى الكولم داتابيزز زي كاساندرا اللي كانت عاملها فيسبوك بس هو اوبن سورس دلوقتي، بيج تيبل بتاع جوجل وهكذا. وان شاء الله هتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في محاضره النو سيكول يعني، لو انت مستعجل قوي تاخد خلفيه عن الكلام ده شوف محاضره النو سيكول، هي مش هتاخد منك وقت ان شاء الله طويل. النوع الثاني الان ميموري داتابيزز، ده بيادرس ذا نيد فور فاستر داتابيز بروسيسنج، اتكلمت عنه انا من شويه كده بسرعه. الان ميموري انا قلت ان ميموري فايل سيستم، هي موضه دلوقتي طالعه، مش موضه، هو ليها نيد حقيقي يعني، ان الاكتر حاجه بتاخد وقت الهارد ديسك اكسس. كويس، فبقى الحل في ايه؟ ان يبقى عندي ان ميموري فايل سيستم، ان ميموري داتابيزز، الحاجتين غير بعض. ان يبقى الداتابيز كلها موجوده في الميموري في الرام اصلا، طبعا الرام السبيد بتاعته almost constant. كويس، اوف 1 هتكلم ان شاء الله عن اوف 1 ده بعدين. فالكونستنت سبيد معناها ان انا لو انا عندي real time databases
كويس، حاجات بقى ايه محتاجه تستور الداتا اول باول، فانا محتاج الايه الان ميموري داتابيزز دي. الكلاود داتابيزز لمحت عنها كده من شويه اكتر من مره. كلاود داتابيزز بتسمح للاورجانيزيشنز تو كويكلي اد داتابيز سيستمز. ما عنديش النهارده خالص سيكوال سيرفر، مزنوق جدا جدا وعايز سيرفر، سهله جدا، روح على امازون او روح على ايجر بقى بان هو سيكوال سيرفر يعني، روح على مايكروسوفت ايجر وقوم انستنس عليها ايه سيكوال سيرفر واشتغل، او خد اصلا ايه دي بي انستنس، يعني مش لازم بقى يبقى عندك سيرفر كامل، هو اصلا عنده السيرفر جاهز، خد انت منه بس الايه انستنس انستوليشن يعني، وبتحاسب على قد اللي انت ايه على قد اللي انت بتستفيد منه. طيب نكونكلود محاضره النهارده ان شاء الله تعالى، ويا رب تكون كانت محاضره مفيده وممتعه لحضراتكم. هم 8 سلايدز اللي فاضلي، انت شايف العدد اهو، ما ايه نهدى كده مع بعض ان شاء الله. الداتا كونسيستس اوف رو فاكتس، information is the result of processing الداتا دي عشان اطلع منها meaning. الorganization محتاجة accurate, relevant and timely information، هي المفتاح بتاع good decision making. good decision making هو المفتاح الرئيسي لأي مؤسسة عشان تنجح. data is usually stored in a database. to implement the database and manage its contents we need database management systems. يبقى database هي المكان اللي جواه الداتا، دي بي ام اس هو اللي بيمانج الداتابيز دي اصلا. دي بي ام اس هو سيرفيس از انترميدياري، هو وسيط ما بين اليوزر الاند يوزر والداتابيز. database contains the data you have collected and the data about the data، اللي اسمها ايه اللي اسمها الميتا داتا، بتتشال فين في داتا ديكشنري. برافو على برافو عليك ما شاء الله. طيب طبعا على اللي جاوب معايا يعني. database design defines the database structure. a well designed database facilitates data management and generates accurate and valuable information. ركز قوي على الديزاين، ان شاء الله الكورس ده هيكون فيه ديزاين كتير جدا جدا جدا. poorly designed database بتؤدي الى poor decision making، و poor decision making ده بيأثر على organization تأثير مباشر. databases تتصنف على اكتر من تصنيف على حسب عدد اليوزرز اللي عندي، على حسب الداتا مكانها موجود فين، على حسب نوع الداتا اللي stored، intended data usage وال degree to which data is structured. databases evolved من المانيوال then computerized file systems. الفايل سيستم في الفايل سيستم كانت الداتا stored in independent files، كل واحد او كل ديبارتمنت كان محتاج الفايلز بتاعته، وكل فايل كان له الابلكيشن اللي بيأكسس عليه. الطريقه دي رغم ان هي ما عادتش موجوده الا ان للاسف اثرت علينا واضطرتنا نعمل دي بي ام اس، مش للاسف قوي يعني، نعمل الدي بي ام اسز. الفايل سيستمز كان فيه ليميتيشنز كتيره جدا جدا، زي الاستراكشر والديتا ديبندنس، زي الديتا ريدندنسي، زي الديتا انومالي. حلو، الدي بي ام اسز عالجت الكلام ده كله، المفروض ان شاء الله عالجته كله المفروض يعني. دي بي ام اسز عالجت زي ما قلت من شويه، عالجت الكلام ده. دي بي ام اسز بتتعامل مع بتقدم الداتابيز لليوزر على ان هي سنجل داتا ريبوزيتوري، هي انترنال، هي عارفه ان هي اكتر من فايل في اكتر من مكان وهكذا، لكن بتقدمها على ان هي ايه على ان هي سنجل داتا انتري. كويس، الارنجمنت ده سمح لي بالداتا شيرنج، بالتالي استبعد البوتنشال بروبلم اوف اللي هي اشهر واحده الايلاندز اوف انفورميشن، ان الداتا موجوده عندي في اكتر من مكان مفصوله عن بعضها. دي بي ام اس انفورسز داتا انتجريتي، بيستبعد الريدندنسي وبيبروموت السكيورتي. اخيرا وليس باخر، النوليدج اوف داتابيس تكنولوجيز بتتيح ميني كارير اوبورتيونيتيز، فرصه كويسه جدا 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 ما تضيعهاش. وان شاء الله وهريكومند مع الوقت ان شاء الله مجموعه من الكورسز والكتب اللي هي فيندور سبيسيفيك بقى ان شاء الله يعني، نركز عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. واللي مش منها ماي سيكول بالمناسبه، عشان بس ايه ما يعني انا اسف اللي بقوله، بس يعني الكلام ده سبق لاوانه، بس وقته جاي ان شاء الله قريب. طبعا عندي بقى سبيشاليزيشن مختلفه جدا جدا في الداتابيزز. الحمد لله على ربنا وفقنا ليه في المحاضره دي وفي البدايه دي ان شاء الله تعالى، كرم ربنا علينا كبير سبحانه وتعالى. اي نعمه فكانت من ربنا سبحانه وتعالى، واي خطا فمن الشيطان ومني. ان شاء الله تعالى هيكون في اسسمنت على الليكتشر دي في ميعاد نحدده ان شاء الله مع بعض.